ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الدولة وقفت مع مرشحة مصر لتولي منصب المدير العام لليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، التربية والعلوم والثقافة، سعادة السفيرة مشيرة خطاب. هي خير اختيار، لكن الشاهد في هذا الأمر أن الدولة المصرية دعمتها بكل ما تمتلك من قوة، سواء كانت قوتها الناعمة، سواء كان العمل لدى أشقائنا الأفارقة إلى آخره. لكن المؤسف أن العرب لم يستطيعوا أن يتوحدوا وراء مرشح واحد للأسف الشديد. فالعرب ينافسون بعضهم في انتخابات اليونسكو، لكن المصريين يثقون في مرشحتهم سعادة السفيرة مشيرة خطاب. وإن شاء الله نبارك لكم في أكتوبر باختيارها مديرة عامة لليونسكو إن شاء الله. الأمر الأخير، وهذا ما أستأذن فيه الرئيس مرة أخرى، لعلكم لا تعرفون أن بعض وجوه الإعلام في مصر يتعرضون لضغط يشبه الإرهاب. ليه؟ لأنه كلما أحسنت إدارة السيسي صنعا، فذكر إعلامي أنها أحسنت صنعا في هذا أو ذاك، اتهم هذا الإعلامي بأنه منافق، لأنه طبال، لأنه يبحث عن المصلحة الشخصية، يبحث عن الترقي في ظل هذه الإدارة. الذي يحدث إيه؟ الذي يحدث أن الإعلامي الذي يريد أن ينأى بنفسه عن هذه المهاترات، حينما يرى خيرا تفعله هذه الإدارة يسكت، وحينما يرى خطأ أو قصورا يعلو صوته. الذي يحدث أنه الرأي العام يصاب بالبلبلة، يتصور أن هذه الإدارة بلا إنجازات، يتصور أنها إدارة ما عندهاش غير أخطاء. ليه؟ لأن هناك إرهاب يمارس على الإعلاميين. أنا لا أخاف من هذا الإرهاب، وأريد أن أقول لكم في حضرة رئيس الجمهورية أنه هذا الرجل أحسن قولا بالأمس حينما كاشف المصريين بشجاعة وعبر عن ثقته في إدراكهم لصعوبة الوضع الذي نحن فيه اقتصاديا، وأنه يثق في أنهم سيسيرون معه حتى نصلح اقتصاد وطننا. حينما يحسن السيسي فعلينا أن نقول له دون خوف من الإرهاب: أحسنت يا سيسي. طيب، ترون على الجناح الأيمن من المنصة، الأيمن بالنسبة لي على الأقل، والجناحان يمين إن شاء الله، ترون حكومة المستقبل. هؤلاء الذين إن شاء الله حينما نتقاعد كده ونقعد على البلاج اللي قدام حضراتكم ده، هم يحكمونا، هم دول نحن ننشئهم عشان إحنا نقعد على البلاج ده وهم يشتغلوا بقى إن شاء الله. هؤلاء الشباب سيقدمون بصفتهم الحكومية المستقبلية إن شاء الله، سيقدمون البدائل. دعونا نتذكر كلمة الراحل الكبير الأستاذ هيكل لما قال: من ليس لديه بديل فعليه أن يستقيل. أنا هحورها شوية وأقول إيه؟ من ليس لديه بديل فعليه أن ينصت لشباب يمتلكون بعون الله كل البدائل. فإحنا نبتدي بالانصات إليهم، ثم ننتقل إلى الجناح الآخر من المنصة، حيث أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد، وحيث الأستاذ محمد علي خير، وحيث معالي الوزيرة، لكي نقيم ما تفضل به هؤلاء الشباب. النقطة الحاسمة التي أود أن تنتبهوا إليها إنه دي جلسة مشتركة للحكومة ومجلس النواب، وأنا لاحظت كده إنه الحالة بينهم سمنة على عسل، دي حاجة كويسة خالص، يعني تنبئ المستقبل زاهر إن شاء الله. ما سأفعله إنه سأنتقل إلى رئيس الوزراء، رئيس الوزراء المحاكاة. أنتوا المحاكاة رقم كام؟ ثلاثة. أنتوا المحاكاة رقم ثلاثة ما شاء الله، الأستاذ أحمد نصر الدين، وهو اللي هينقل لوزرائه، وهو اللي هيعرفهم، وهو اللي هيحدد لهم، يقول لهم توقيتك خلص يا معالي الوزير، أرجوك التزم بالتوقيت عشان يبقى في مجال نطرح الأسئلة. بعد أن تقدم الحكومة تصوراتها ورؤاها، ننتقل إلى الأستاذ أحمد جمال رئيس مجلس النواب، سيفعل نفس الشيء مع نوابه في مدى زمني بعينه لكي يتاح لنا الوقت إن شاء الله. تفضل دولة رئيس الوزراء. مساء الخير يا فندم، مساء الخير فخامة الرئيس، السادة الحضور، زملائي الأفاضل. بشرف بوجودي في نموذج محاكاة الدولة المصرية. أنا أحمد نصر الدين، طبيب من محافظة ألمانيا، ومن طلاب الدفعة الثانية من برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
في بدء الامر احنا وقتنا على المنصة ضيق ومضغوطين فيه لعرض برنامج الحكومة، ولكن دقيقة لن تكون اغلى من توجيه التحية لذكرى شهداء مصر، كل شهدائها من ابناء رجال القوات المسلحة او من ابناء الشرطة او ممن دفعوا ثمن وحدة شعبها في كنائسها ومساجدها او من شباب طلبوا التغيير، فكان نتاجه اننا اليوم نحاكي الدولة المصرية بحضور رئيسها وحكومتها وبرلمانها. تحية لشهداء مصر. في الحقيقة محاور العمل الحكومي اللي اشتغلنا عليها كانوا ثلاث محاور. هنستعرض في بدء الامر هيكلية الحكومة، ولكن في بدء الامر احنا اشتغلنا تحت شعار يلخص رؤية هذه الحكومة، وهو ان يكون وطن عادل في دولة مؤسسية تنتج شعب قادر على بناء هذا البلد من جديد. فكانت هيكلية حكومتنا ان تكونت هذه الحكومة من 32 وزارة، استحدثنا فيهم وزارة التطوير والابتكار، ووزارة المرافق العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد فصلها عن وزارة الإسكان. كان في حيثيات تم دراستها بدقة قبل اتخاذ هذا القرار باستحداث هذه الوزارات أو فصلها. واعتمدنا في شغلنا على سياسة المجموعات الوزارية، فتشكلت الحكومة من خمس مجموعات وزارية، هم مجموعة الوزارات السيادية والأمن القومي، والوزارات الاقتصادية والاجتماعية، والوزارات الخاصة بالبنية التحتية وخدمات المواطنين، ومجموعة الوزارات التثقيفية والتنويرية التي تهتم ببناء الإنسان المصري، وأخيرا مجموعة الوزارات المحورية وهي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المجموعات الوزارية كان في سيولة في اتخاذ القرارات فيما بينها، لأننا تم تعيين أربع مساعدين لرئيس مجلس الوزراء لتولوا التنسيق بين وزارات المجموعة. شباب طبعا. شباب يعني أنتوا مفروض أنكم بتمثلوا دور الكهول. أنتوا حطيتوا في اعتباركم أنه النواب يكونوا شباب. يكونوا من الشباب ينسقوا العمل بين وزارات المجموعة الوزارية الواحدة والعمل بين المجموعات الوزارية بعضها البعض، وده انعكس حتى على سير الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، فأصبح أن اجتماع دوري أسبوعي لرئيس مجلس الوزراء مع مساعديه الأعضاء، ثم اجتماع دوري نصف شهري مع كامل تشكيل مجلس الوزراء، فده أدى لتوحيد في الرؤية والاستراتيجية والهدف والأداء في نهاية الأمر. المحور الثاني اللي هننتقل ليه هو أننا أردنا أن تكون هذه الحكومة نموذجا في الإدارة الحديثة لهذه الدولة، وكان في محاور كتير اشتغلنا عليها في هذا الصدد. كان منهم محورين مهمين هنتكلم عنهم، وهو اعتماد نظام التقييم الداخلي للحكومة عن طريق وضع KPIs أو مؤشرات قياس كمية لأداء الوزارات بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر، على أن يتم رفع تقرير طوعي للسيد رئيس الجمهورية والبرلمان عن أداء هذه الحكومات. النقطة الثانية اللي اشتغلنا عليها هو دعم كافة المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على رفع استطلاعات الرأي من الشارع المصري في أداء مهمتها، إيمانا منا بأن الشارع المصري هو المرآة الحقيقية لأداء هذه الحكومة، وهو من أتى بها أصلا إلى موقعها التي هي فيه. النقطة الثانية اللي اشتغلنا عليها في كون الحكومة نموذجا هو دعم اللامركزية، وده كان إعمالا لمواد الدستور المصري ابتداء من المادة 175 وحتى المادة 183 من الدستور، وبدأنا نشتغل على دعم كافة أوجه اللامركزية زي اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية والاقتصادية، بأننا بدأنا نضع الآن يعني خطة من التشريعات والتعديلات التشريعية بالتعاون مع الإخوة في البرلمان، على أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي يضمن ألا تنتقل هذه الدولة التي عاشت في المركزية قرون طويلة بشكل لا يؤدي إلى مزيد من الفوضى أو مزيد من الفساد. المحور الثالث كان استراتيجية عمل الحكومة، وفي الحقيقة الاستراتيجية انقسمت إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى كان وضع تقدير عام لموقف الدولة المصرية علشان نقصد المنطقة اللي احنا واقفين فيها ونعرف احنا رايحين فين وازاي وامتى. فاستخدمنا طرق علمية في وضع التقدير العام للموقف، رصدنا نقاط القوة والضعف، التهديدات والفرص التي تواجه الحكومة في تسع ملفات.
كان اهمها ملف الامن القومي مكافحه الارهاب اللي اصبنا فيه تراجع كبير في العمليات الارهابيه النوعيه على مدار الربع الاول من 2017 اذا ما قوي بنفس الفتره من عام 2016. اشتغلنا كمان على الملف الاقتصادي والاجتماعي اللي اصبنا فيه تغير كبير في المؤشرات الاقتصاديه والاجتماعيه ايجابا او سلبا بعد اتخاذ القرارات الاخيره في نوفمبر 2016 وما تلاها وما سبقها على مدار الفتره الماضيه. اشتغلنا على كمان على ملف العلاقات الخارجيه في محيط اقليمي ودولي يتاجج يعني بالصراعات والتغيرات السياسيه المفاجئه والسريعه. اشتغلنا على ملف الطاقه والبيئه، على ملف الثقافه والشباب والاعلام، وملف التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات. في مجموعه المحاكاه دوله الرئيس كان عندك وزير دفاع، وزير داخليه، يعني كل الوزارات ممثله، كل الوزارات ممثله في الوزاره. فاشتغلنا كمان على ملف خاص بالاصلاح الاداري ومكافحه الفساد والانطلاق للمجتمع الرقمي، واخيرا كان ملف المسار الديمقراطي والحريات وحقوق الانسان، واللي وجب التنويه ان احنا بننتقل فيه بخطوات ثابته حتى وان كانت ليست مع المعايير او السرعه المطلوبه، ولكن بننتقل فيه بشكل ملحوظ وله تقدير. يعني انت حضرتك هتنقل بقى للساده الوزراء، لكن كنت عايز اسالك علاقتكم ايه برؤية مصر 2030؟ لسه حالا كنت هتكلم. يعني حسن الصدف، اتفضل. في توجهات الحكومة، لما بدأنا نضع توجهات الحكومة فكان نبراس لينا في بادئ الأمر هي استراتيجية مصر 2030. وكان مهمتنا في الأساس أننا نضع خطط تنفيذية قريبة أو قصيرة المدى وطويلة المدى لتنفيذ هذه الاستراتيجية. يعني هي المظلة. بالظبط، هي المظلة اللي احنا اشتغلنا تحتها. وقسمنا خطة عملنا لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى على ملفات المختلفة. كان في 6 توجهات أساسية للحكومة، كان أهمهم التوجه الأول مكافحة الإرهاب والأمن القومي، واللي كان اعتقادنا فيه راسخ هو أن الأمن القومي المصري طبعا خط أحمر، ولكن جنبا إلى جنب مع المواجهة العسكرية والسياسية الحاسمة لابد أن يكون أيضا هناك مواجهة حاسمة مع المثلث القاتل، مثلث الفقر والجهل والمرض. علشان كده وفي ضوء اعلان فخامة الرئيس مؤخرا عن تشكيل مجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف، فده شمل عضوية كافة الهيئات العسكرية والمدنية والسياسية التي تعمل في هذا الصدد. كمان اشتغلنا على المحور الثاني، كان المحور الاقتصادي والاجتماعي، وكان مبدأنا فيه او فلسفتنا فيه الواضحة هو دعم كافة الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت مؤخرا بشكل كامل لاننا تاخرنا فيها كثيرا، ولكن ياتي ذلك جنبا الى جنب مع وجود شبكه ضمان اجتماعي حقيقي للطبقات الاكثر تاثرا، ومش بس ان انا بحميهم لكن انا بدعم انتقال هذه الطبقات لكي تكون طبقات غير محتاجه في المستقبل القريب لمزيد من الدعم. بالظبط، لمزيد من الدعم او خلافه. وفي هذا الاطار اطلقنا البرنامج القومي لمكافحه الفقر ودعم التشغيل حياه، وهو برنامج بيهدف للطبقات الفقيره والاشد فقرا لتنميتهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. سياسيا مش عيب برضه. ما هو سياسيا من ضمن المحور الثقافي، الثقافه السياسيه جزء اصيل يعني. وده كان عن طريق حزمه من المشروعات، يعني لها تفصيل طويل بعد كده اذا سمح الوقت بعد ذلك يعني ان شاء الله. ورفعنا التوصيه للسيد رئيس الجمهوريه بانشاء المجلس الاعلى لمكافحه الفقر ودعم التشغيل برئاسه سيادته او مفوض رئاسي عن سيادته وعضويه كافه الهيئات الحكوميه والهيئات الخاصه بالمجتمع المدني التي هي اكثر احتكاكا بالطاقات الفقيره. المحور الثالث كان محور الشخصيه المصريه والهويه المصريه، وعملت كافه الحكومه تحديدا مجموعه الوزارات التثقيفيه والتنميريه بالتعاون مع مجلس الامن القومي على اطلاق البرنامج الوطني لدعم الشخصيه وبناء الهويه المصريه. وده كان بيضم حزمة ايضا من المشروعات اللي بتتجه نحو كافة الفئات العمرية او الاجتماعية او الديموغرافية المختلفة اللي بتشتغل على دعم الشخصية المصرية وتأسيس الهوية المصرية. وايضا على نفس النسق رفعنا التوصية للسيد رئيس الجمهورية بانشاء المجلس الاعلى لدعم الهوية المصرية بعضوية كافة الهيئات الحكومية والمدنية المهتمة بذات الامر. الملف التالي كان ملف هيكلة الدعم والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وطبعا يعني قتل بحثا ان الدعم هو حمل ثقيل على كاهل الدوله، فوضعنا نموذج علمي او بيت موديل يحلل المدخلات والمخرجات لكل عمليه يتم فيها الدعم، ومن خلالها بيتم وضع قاعده بيانات ايضا دقيقه بين المجتمع الحكومي والمجتمع المدني،
نقدر نسيطر بيها على آلية الدعم وتوجيهه، وكمان نستغل هذا الفائض في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. الملف ما قبل الأخير كان ملف الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والمجتمع الرقمي، وفي هذا الصدد أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهيئة المصرية لتنمية المجتمع الرقمي، ودي بتختص بهيكلة الجهاز الإداري في الدولة كما وكيفا، وكمان دمجه ودمج الاقتصاد الوطني في المجتمع الرقمي. وده جه تماشيا كمان مع سياسة السيد رئيس الجمهورية اللي أطلق وقال المجلس الأعلى للمدفوعات كشكل من أشكال دعم الاقتصاد الرقمي في الدولة مؤخرا. أخيرا وليس آخرا كان ملف العدالة الاجتماعية، وملف العدالة الاجتماعية كان شديد الأهمية بالنسبة لنا، خصوصا أنه كان مطلب أساسي في ثورتين متتاليتين في هذا البلد. فعملنا فيه على دعم الفئات المهمشة زي المرأة أو الطفل أو قاطني الحدود اللي للأسف همشوا فترات طويلة، أو أخواننا من ذوي الإعاقة، عن طريق تطوير المجلس القومي لشؤون الإعاقة في مصر وتطوير هيكليته وآليات تنفيذه. وكمان كنا بنشتغل الفترة الأخيرة على قانون لمنع التمييز الإيجابي في مصر أيا كان الشكل أو الصفة. أخيرا يعني ده كان استعراض عام لهيكلية وبرنامج الحكومة. هننتقل تحديدا لملفين مهمين، أولهم ملف الأجندة المصرية في السياسة الخارجية في المحيط الإقليمي والدولي، هيقدمهم لنا معالي وزير الخارجية السيد أحمد عماد، مهندس مدني ودارس العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من محافظة القاهرة. اتفضل يا فندم. شكرا يا فندم. هل وزير رئيس الوزراء على العرض الخميس؟ انا ما عنديش غير طلب واحد بس، اتفضل يا فندم. بتكثيف بقدر الامكان عشان يتاح الوقت. تمام تمام يا فندم. بشكر السيد رئيس الوزراء طبعا على العرض المميز اللي هو قدمه في اطار الرؤيه اللي سيادته قدمها، والعمل في مجموعات وزاريه قمنا من خلال مجموعه الوزارات السياديه والامن القومي على صياغه استراتيجيه مصر الخارجيه. هذه الاستراتيجيه تمت في خلال التشاور مع مجلس الامن القومي لحتميه والضروره الملحه لتماشيها مع اولويات الامن القومي المصري. في هذا الإطار بدأنا نعمل على محورين، المحور الأول هو المحور الإقليمي. بدأنا بملف شديد الأهمية وهو ملف الامتداد القاري متمثلا في القارة الأفريقية. بدأنا نعمل في الإطار التقليدي لوزارة الخارجية وهو العمل في الإطار السياسي الدبلوماسي بالعودة مرة أخرى للقارة الأفريقية لما شهدته من رواسب تاريخية. ايضا عملنا على عدة اطر اخرى لتوطيد العلاقات مع القارة الافريقية. اللي احنا بنؤكد عليه دائما ان احنا بنسعى الى انماء القارة الافريقية، مساعدتها في طريقها الى التنمية والوصول الى اهدافها وما تتمناه شعوب الدول الافريقية. ولكن في ظل حدوث ذلك لابد ان نؤكد على ان الحكومة المصرية دائما بتعتبر الامن القومي المصري خط احمر، ولن نقبل ابدا بتعدي هذا الخط من قريب او من بعيد. في اطار متصل ايضا وبالتعاون مع وزارات عده منها ممثل المجموعه الاقتصاديه التي ذكرها السيد رئيس الوزراء وهو السيد وزير التعاون الدولي، هيقوم بشرح الملف الاقتصادي ونعاود لشرح بقيه الاستراتيجيه. وزير التعاون الدولي السيد علي بلبع، عضو هيئه التدريس بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، خريج العلوم السياسيه بالجامعه البريطانيه في مصر محافظه اسكندريه. اهلا. شكرا يا فندم. ايمانا بدور السياسه الخارجيه المصريه في توطيد العلاقات الاقتصاديه مع القاره الافريقيه، سعت وزاره التعاون الدولي بالتعاون مع مجموعه سياديه متمثله في وزاره الخارجيه بالاضافه الى المجموعه الاقتصاديه والخدميه متمثله في وزاره الزراعه لإنشاء الوكالة المصرية الأفريقية للتنمية الزراعية والتدريب. وبعد رصد عدد من المؤشرات للمجال الزراعي في القارة الأفريقية وجدنا الآتي: تمثل الزراعة حوالي 30% من إجمالي الناتج الاقتصادي للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى ذلك يعمل بالزراعة حوالي 70% من إجمالي القوى العاملة الموجودة في أفريقيا وبالذات الشباب. ولكن من المؤسف وجود حوالي 600 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الموجودة في أفريقيا والصالحة للزراعة ولكنها غير مستغلة. أخيرا وليس آخرا، تمثل حصة الدول الأفريقية من إجمالي ناتج الحاصلات الزراعية على مستوى العالم 10% فقط، وكانت هذه الأسباب
السبب لإنشاء الوكالة المصرية الإفريقية للتنمية الزراعية والتدريب بهدفين أساسيين: أولاً التنمية الزراعية في القارة الأفريقية والاستمتاع بالإمكانات المختلفة الموجودة في القارة من مختلف المساحات الشاسعة الغير مستغلة للزراعة، بالإضافة إلى موقع القارة الأفريقية على خريطة العالم اللي بيمتعها إنها تكون من أكثر الدول الصالحة للزراعة. تاني حاجة، تنمية العنصر البشري الإفريقي وخاصة الشباب الإفريقي عن طريق إنشاء قاعدة بيانات من خلال الهيئة المصرية لتنمية المجتمع الرقمي من خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية المختلفة لإفادهم للقارة الأفريقية لتدريب العنصر البشري الإفريقي على أعلى مستويات التقنية الزراعية. العائد من إنشاء الوكالة هيكون على مستويين أساسيين: المستوى الأول بالنسبة للقارة الأفريقية، والمستوى الثاني بالنسبة للدولة المصرية. بالنسبة للدولة المصرية، ده هيدعم أواصر الصلة اللي بتجمع الدولة المصرية بامتدادها القاري وخاصة العمق الإفريقي، وده هيزود قنوات الاتصال الموجودة ما بين الطرفين. بالإضافة لده، سوف يتم تفعيل حلم كون أفريقيا سلة غذاء العالم وتحقيق الأمن الغذائي لكل دول القارة وخاصة جمهورية مصر العربية عن طريق استيراد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من القارة الإفريقية بدلا من الدول الأخرى بتكلفة أقل. شكرا معالي الوزير. شكرا يا فندم. في إطار متصل أيضا للرؤية الاستراتيجية للسياسة الخارجية، اشتغلنا على المحور الدولي وهو محور شديد الأهمية، ولا يخفى على أحد الوضع الحالي اللي بيكون فيه العالم من محاربة الإرهاب اللي طال مش بس الشرق الأوسط، طال معظم دول العالم، وحذر الكثير من قادة الشرق الأوسط من خطورة هذا الموقف. في هذا الإطار احنا هنعمل مع الأمم المتحدة على تحقيق المبدأ اللي تأسس عليه الأمم المتحدة، وهو مبدأ حفظ الأمن والسلم الدولي. هذا المبدأ الذي لم يعد متحققا في وقتنا الحالي، هنقوم بده بخلال يعني مبادرة لدعم الدول اللي بتقوم بمحاربة الإرهاب لوجستيا، والأهم دعمها معلوماتيا. في هذا الإطار أيضا وفي إطار مكافحة الإرهاب، هنعمل على عمل قوائم وقواعد بيانات دقيقة للأفراد الذين انضموا إلى جماعات إرهابية حتى لا يعودوا مرة أخرى إلى أوطانهم وإعادة التشكل بطريقة أخرى تضر بأمن القومي لدولهم. في إطار متصل أيضا، هنعمل على التوازن في علاقاتنا الخارجية وعدم الانسياق وراء الخطبية، وده سياسة عملنا فيها شوط كبير جدا وعملنا فيها مجهود جيد جدا في الإطار السياسي وفي الإطار الاقتصادي وفي الإطار العسكري أيضا. ومن أهم المحاور أيضا هو محور الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي في الحقيقة شهدنا ضبابية في علاقتنا به بعد فترة معينة، بدأت في التحسن واتضاح الرؤى، وبدأوا يستوعبوا حقيقة الوضع السياسي وحقيقة الوضع الاقتصادي. ولذلك احنا هنعمل مع دول الاتحاد الاوروبي، طبعا تشمل بريطانيا اللي انفصلت مؤخرا عن الاتحاد الاوروبي، على عدة محاور سياسية ايضا واقتصادية. من خلال المحور الاقتصادي سيتم اطلاق عدة مشاريع بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة التعاون الدولي كما ذكرنا سابقا، سيقوم بعرضها السيد وزير التعاون الدولي. مشكورا. شكرا يا فندم. بالرجوع للتاريخ وخاصة حقبة محمد علي باشا، هنلاقي انه اعتمد في جزء كبير جدا من تأسيسه للدولة المصرية الحديثة على التعاون مع الدول الاخرى وخاصة الدول الاوروبية، بالتركيز على التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص. ولذلك وفي اطار اعادة صياغة هذه التجربة، اهتمت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجموعة التثقيفية والتنويرية من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاهتمام بهذا الشأن من خلال الآتي: رفع حصة المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي للوزارة خاصة في التعليم الفني عن طريق المنح المادية اللي بتأهلنا ان احنا نطور البنية التحتية للمدارس الفنية والوحدات التدريبية ذات الصلة. بالإضافة لده، سوف يتم إنشاء الأكاديمية المصرية لتدريب وتأهيل العمالة الفنية، أولا عن طريق إنشاء قاعدة بيانات لخريجي المدارس الفنية ذوي الكفاءة لإفادهم للدول الأوروبية بشكل قانوني لاكتساب المهارات
المختلفة في مجال التقنية الصناعية والتجارية حتى يعودوا إلى أرض الوطن لتكوين شريحة من الخبراء اللي هيتم الدفع بيهم للاستفادة بدعم الاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر في جميع بقاع الوطن وخاصة أرض الفيروز وإقليم قناة السويس. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أخيرا ملف أخير هنتكلم عنه سريعا عشان ما نطولش في الوقت. المصريين بالخارج وأبنائنا بالخارج محتاجين إن احنا نكون على صلة وتواصل أكبر بيهم. في هذا الإطار عملنا مع وزارة الهجرة على شيء مهم جدا وهو مشروع إطلاق مراكز ثقافية مصرية بتكوين هيكون هيكله كالآتي. أولا يكون في مراكز اللغات يتم فيها تدريس اللغة العربية وتدريس اللغة المصرية القديمة يعني شدا على أيدي المجموعة الثقافية في نشر الثقافة المصرية. أيضا هيكون في ممثل الأزهر والكنيسة المصرية تفاعلا أيضا مع مبادرة الحكومة في الخطاب الديني وتدعيم الهوية المصرية. وأخيرا هيكون في نموذج لمحاكاة الدولة المصرية وده إطار مهم جدا عشان ندمج شبابنا بالخارج مش بس اللي بالداخل في الحياة السياسية المصرية وإن هم يقدروا فعلا يشاركوا في بأفكارهم وبطموحاتهم في عرضها على المسؤولين من خلال سفاراتنا بالخارج والأفكار دي يتم دراستها من قبل الحكومة وتطبيقها إذا أمكن وده هيتم في إطار إن احنا نوطد علاقتنا بشبابنا بالخارج ونحسسهم فعلا بحقيقة الأوضاع في مصر وانه بالهموم اللي بيعيشها الشارع المصري والمصريين بالخارج تنعكس على الحكومة المصرية وتبدأ ترعيها. في النهاية احنا بنطالب او بندعو الى انشاء مؤتمر دولي للمرأة يتم عقده في مصر يتم فيه توصيل التمثيل كل الشخصيات العامة للمرأة في العالم ومن مختلف الجنسيات سواء من افريقيا من اوروبا من اسيا كل دول العالم تم من خلالها عرض الرؤى المشتركة للمرأة المصرية واحساس دول العالم جميعا بطبيعة المرأة الشرقية وطموحاتها واحلامها. شكرا معالي رئيس الوزراء. قبل ما تنهي دولة الرئيس كنت عايز اذكر الحضور الكريم بانه طبعا احيانا يكون الهامش اهم من المتن او في اهمية المتن على الاقل اللي احنا فيه ده دلوقتي على هامش المؤتمر ده نموذج محاكاة تقدمه الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والرئيس كما تلاحظون حريص على ان يتابع بنفسه تطور هؤلاء الشباب الذين نزهو بهم ازهو بهم انا على الاقل فهذا للتذكير ما يحدث الان على الهامش لكن من قال ان الهامش اقل اهمية من المتن تفضل مع دولة رئيس الوزراء. هننتقل للمحور الثاني في العمل الحكومي وهو محور دعم الشخصية المصرية والهوية المصرية اللي اشتغلت عليه المجموعة التثقيفية والتنويرية في الحكومة وهنستعرض في تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في إطار تطوير الفكر ومكافحة الإرهاب. استعرضوا معانا سيد وزير الشباب والرياضة السيد عمر سعد وكوك مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا محافظة الغربية. أهلا وسهلا. تفضل. شكرا معالي رئيس الوزراء السيدات والسادة الحضور. بعد التحية في إطار برنامج الحكومة لدعم بناء الشخصية المصرية وإيمانا من وزارة الشباب والرياضة بأن نهضة الأمم وتقدمها أصبح بيقاس بمدى قوة شبابها وبتفوقها الرياضي عشان كده قامت الوزارة بوضع مقترح لتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب وده يكون بتفعيل مشاركة المجتمع المدني بكافة فئاته ومؤسساته في الأنشطة الشبابية والرياضية عشان نوصل لشباب قادر مؤهل ورياضة احترافية تحقق النتائج المتميزة عربيا وقاريا ودوليا. وقبل بدء الوزارة في وضع المقترح قامت الوزارة بتحديد مجموعة من نقاط القوة ونقاط الضعف للعمل من خلالها وجاءت نقاط القوة متمثلة في الآتي: أصبح نسبة الشباب في الفئة العمرية من 18 ل 29 سنة 23.7% من إجمالي السكان وده بواقع 20.6 مليون شاب بالإضافة لعدد المنشآت الرياضية لعام 2015 واللي أصبح 4945 منشأة رياضية منهم 425 مركز شباب بالمدن و3728 مركز شباب بالقرى بالإضافة إلى نسبة الشباب اللي أصبحت بتمارس الرياضة اليومية وهي 54.9% وكمان بإنجاز تأهل 50 لاعب ولاعبة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016
وجه ايضا انجاز الوزاره في انشاء 2174 ملعب نجيل صناعي لمراكز الشباب مختلفه، وده فتره قصيره جدا 23 شهر فقط من اكتوبر 2013 وحتى اكتوبر 2015، وده اللي هيعمل على تحقيق عوائد لمراكز الشباب وللوزاره بشكل عام. وجاءت نقاط الضعف المتمثله في الاتي: اصبح معدل البطاله لنفس الفئه العمريه السابق ذكرها 27.3%، واصبح نسبه الشباب الراغبين في الهجره 17.3%، وللاسف بتزداد هذه النسبه بين الجامعيين. وكمان عدم وجود قانون تعمل به الوزاره حتى الان سواء لعقوبه الشباب او حقيبه الرياضه، ولكن احقاقا للحق كان امبارح بالامس كان بيناقش قانون الرياضه في مجلس النواب، عاملين يطلع ان شاء الله نشتغل بيه قريب. كمان اقتصر تطوير مراكز الشباب على انشاء ملاعب النجيل الصناعي فقط باختزال الرياضه في كره القدم. عشان كده قامت الوزاره بوضع استراتيجيه او مقترح من خلال ثلاث محاور لتعظيم الاستفاده من مراكز الشباب. المحور الاول هو التطوير الكامل لمراكز الشباب، وده هيكون عن طريق انشاء الشركه القابضه التابعه لوزاره الشباب والرياضه لاداره المنشات الرياضيه ومراكز الشباب. كمان هنعمل على تطوير مراكز الشباب بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 67 لسنه 2010. وهنعمل على انشاء الاكاديميه الوطنيه لتاهيل الشباب والحاق فرع الاكاديميه بجميع مديريات الشباب والرياضه بالجمهوريه. وهنعمل على تغيير اسلوب الاداره داخل مراكز الشباب من اسلوب اداره المؤسسات بالقطاع العام الى الفكر الاقتصادي الحر، مع تفعيل نظام الاداره الالكترونيه بمراكز الشباب علشان يبقى عندنا قواعد بيانات نقدر ان احنا نتبادلها بسهوله بين مراكز الشباب وبعضها البعض. واخيرا هنطبق معايير لقياس جوده الاداء داخل المنشات الرياضيه. اما المحور الثاني فهو تطوير العاملين بمراكز الشباب، وده يكون على شقين. الشق الاول وهو تعظيم دور مديري مراكز الشباب باعتبارهم عنصر اساسي في المسؤوليه المجتمعيه. ثانيا تاهيل العاملين بمراكز الشباب، وده يبقى عن طريق الاكاديميه الوطنيه لتاهيل الشباب، هنديهم فيها دورات زي دورات اللغات الاجنبيه والحاسب الالي والتخطيط الاستراتيجي وجوده المؤسسات مع ربط ترقيتهم بالحصول على الدورات السابق ذكرها. والمحور الاخير هو محور مجموعه من الاجراءات هتتخذها الوزاره عشان نقدر ان احنا ننظم دور الاستفاده من مراكز الشباب. هنعمل على تاهيل الشباب من خلال الاكاديميه الوطنيه لتاهيل الشباب، وهنعطيهم دورات في كل المجالات عشان يبقى عندنا شباب قادر ومؤهل ويقدر يتحمل المسؤوليه. ثانيا هننسق مع وزاره الاوقاف ان احنا نعمل ندوات داخل مراكز الشباب بشكل مستمر لكبار رجال الدين واللي ليهم قبول عند الشباب عشان نقدر ان احنا نحارب التطرف ونغرس القيم الدينيه. ثالثا بالتعاون مع وزاره الداخليه هنبدا نشرك رجال الشرطه في انشطه مراكز الشباب زي تعليم الرمايه او تعليم القياده او ارشادات القياده، وده هيفتح قنوات تواصل كبيره جدا بين الشباب ورجال الشرطه. ثم هنكون بالتنسيق مع اعضاء مجلس النواب في دعم برلمانات الطلائع والشباب داخل مراكز الشباب. ثم التعاون مع الجمعيات الاهليه والاتحادات الرياضيه لتنميه العمل التطوعي لدى الشباب سواء نشركهم في اعمال خيريه او في تنظيم بطولات رياضيه دوليه. ثم هندعم ملتقيات التوظيف من خلال قواعد البنات اللي هنجيبها من مراكز الشباب على الشباب بشكل فعال. وهنتوسع في قاعده ممارسه ذوي الاحتياجات الخاصه للرياضه وللانشطه الشبابيه، وهنتعاون مع القطاع الخاص في رعايه الابطال منهم. ثم التوسع في انديه المراه واستحداث الانشطه اللي بتستحوذ على ميول واحتياجات المراه المصريه. ثم هنعمل برامج نقدر بيها ان احنا نكتشف المواهب الرياضيه ونرعاها عشان يبقى عندنا رياضي مصري اولمبي على قدر كافي. ثم هنقوم بانشاء مكتب لاستخراج الوثائق، ده يبقى موجود في مراكز الشباب، وثائق حكوميه لجميع الاعضاء تقدر تستخرج اي مستند رسمي انت عايزه من هناك، عشان ده هيعمل ويوصل احساس للناس ان احنا عايزين يبقى في تواصل دائم بينا وبينهم. واخيرا بتاهيل شبابها، تحيا مصر. السيد وزير الثقافه الاستاذ محمد بدر، مدير المكتب الاعلامي لاتحاد المنتجين العرب محافظه الجيزه، في اطار رؤيته لتعظيم الاستفاده من كسوف الثقافه ودعم الشخصيه المصريه. اتفضل يا فندم. استكمالا لكلمه السيد وزير الشباب في اطار البرنامج الوطني لدعم بناء الشخصيه المصريه وتحت شعار بث الامل والجهاد بالفن والحفاظ على التراث، هعرض على حضراتكم رؤيه الوزاره لملف وصول الثقافه. مطلب الدولة الآن هو الثقافة لاكتساس الإرهاب من جذوره في ظل انتشار ثقافة الجهل والتشدد. ميزانية أصول الثقافة 587 مليون جنيه، 74% منها بيروح للمرتبات لحوالي 17,000 عامل، 30% منهم معهمش مؤهل عالي. الهيئة عملت في الفترة اللي فاتت حوالي 53,000 نشاط،
اشترك فيها حوالي 65,000 شخص وشافع حوالي 4 مليون مواطن. وبناء عليه فخامة الرئيس نحتاج الى مجموعة من المشروعات لتعظيم الاستفادة من دور الاصول والثقافة خلال الاربع سنين اللي جاية. معالي الوزير انا بس عندي تحفظ يمكن يكون سخيف. تفضل. بس هو اللي معهمش مؤهل عالي مش ممكن يبقوا اعظم روائي في الدنيا؟ مش ممكن يبقى فنان شعبي عظيم؟ مش ممكن يبقى رسام فطري عبقري؟ اصل انا حسيت كده وانت بتقول معهمش مؤهل عالي كانهم يعني اكيد انا مش بقلل منهم، بس انا اقصد ان مديرين الاصول الثقافة لو هنا معهمش مؤهل عالي ومش قادرين يتواصلوا ممكن يشوف ان الفن اللي بيقدمه الشباب في الاصول ديت حرام وممكن لا مفيش علاقة مع الوزير، مفيش علاقة بين الامرين. رواد التنوير الكبار في مصر معهمش مؤهل عالي، العقاد ما عندوش مؤهل عالي، بس في فرق بين زمن الخمسينات وزمن 2017. طيب اتفضل، انا بس حبيت اسجل ملاحظة يعني. اتفضل. اولا مشروع ميثاق شرف ثقافي لمصر للتأكيد على المواطنة ومدنية الدولة ومواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، وده بتغيير ثقافة المرأة والطفل والعامل والشاب والتنسيق بين الازهر والكنيسة في مواجهة هذه التيارات وترسيخ القيم الإيمانية الأخلاقية. ثانيا مشروع استوديو الفن، سيتم اختيار أفضل 26 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية لتكون نواة مركزية في كل محافظة ويكون تحتها إدارات في بيوت الثقافة التابعة ليها في كل مركز من مراكز هذه المحافظة لبث الثقافة في كل ربوع جمهورية. استوديوهات الفن دي سيتم إنشائها في كل مركز من مراكز الجمهورية مراكز الشباب، سيتم اختيار أفضل مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفي كل قرية أم في مصر سيتم اختيار هذه المراكز المجهزة من خلال استوديو الفن ده هتكون عبارة عن قاعة 35 متر في الحدود ديت للتدريب على كافة أشكال الفنون. القاعة ديت لو بنتكلم مثلا عن محافظة الإسماعيلية، الإسماعيلية فيها 11 بيت وقصر ثقافة، فيها قصر ثقافة رئيسي بيتعمل فيه في مسرح في معرض وفي فنون تشكيلية وفي كل أشكال الفنون، هيكون هو النواة المركزية في هذه المحافظة وهيكون هو المدير لكل بيوت الثقافة العشرة التانيين. بالنسبة لمراكز الشباب اللي موجودة في المحافظة في القرى بتاعتها في حوالي 91 مركز شباب، احنا هنبتدي في اول سنة ب 30 مركز شباب هيتم انشاء فيهم هذه الاستديوهات. ثالثا مشروع دار الشعب، وهو تحويل تبعية مراكز النيل ونوادي التكنولوجيا التابعة للهيئة العامة للاستعلامات في كل محافظة من محافظات الجمهورية إلى هيئة اصول الثقافة، وتقسيم القاعات الموجودة في هذه المباني لقاعات نحو الأمية سواء أمية اللغات العربية أو الأجنبية أو التكنولوجية، وقاعات للمخترع الصغير وده بالتعاون مع وزارة التطوير والابتكار واللي تم استحداثها من قبل الوزارة، وقاعات للندوات التثقيفية سواء للضباط القدامى أو العلماء أو الدعاة. رابعا مشروع الشركة المصرية للحرف اليدوية، وده هيتم إنشائها في أسوان لتصنيع الحرف التراثية سواء خزف سواء تماثيل واللي أوشكت تقريبا عن الاندثار، وسيتم تسويقها في كل محافظات الجمهورية وبيعها للسياح في مصر وخارج مصر. خامسا مشروع هيكلة إدارات ومهرجانات وأنشطة الهيئة، ومن أمثلة ده إلغاء إدارة النشر في الهيئة وتحويلها لنشر إلكتروني، وإعادة بناء أطلس الفولكلور المصري بالتعاون مع هيئة الكتاب، وزيادة أعداد نوادي الأدب في كل مراكز المحافظات، وضع السياسة العامة مركزيا في العاصمة، وعمل لا مركزية في أصول الثقافة وبيوت الثقافة في كل محافظة وفقا لاستراتيجية مسبقة بميزانية بخطة عمل هنعمل ايه 1 2 3 4 السنة الجاية. إقامة مهرجان الطالب المصري بفروعه الستة سواء في المدارس الابتدائية الإعدادية الثانوية الفنية والجامعات والمعاهد الأزهرية، وده بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي والتعليم الفني والتربية والتعليم. أخيرا التأكيد على تدوير الثقافة، بمعنى تدوير الثقافة بين المحافظات الحدودية المهملة وبين المحافظات الداخلية. مثلا فرقة السمسمية اللي شافها الرئيس في أول يوم من أيام المؤتمر، ليه ما تروحش أسوان؟ ليه ما تروحش إدفو؟ ليه ما تروحش النوبة؟ ليه ما تروحش مرسى مطروح وتعرض هناك؟ وبالعكس فرق أسوان وإدفو وسيوة ومرسى مطروح يعرضوا في إسماعيلية وشمال سيناء والعريش. فدوت هيأكد الترابط بين كل أطياف الشعب المصري معا لدعم الثقافة المصرية. شكرا لكم.
شكرا جدا يا فندم. واحنا كده استعرضنا الملفات اللي معانا وقدر التنبيه على نقطتين سريعتين. هم اولا ان كافه البرامج الوطنيه او المشروعات التي ورد ذكرها في حديثنا او لم يرد ذكرها حتى ولكن عملت عليها الحكومه هي موجوده بدراسات ودقيقه موجوده لمن رغب الاطلاع عليها. التنبيه الثاني ان هذه الملفات التي تم استعراضها على المنصه ولكن لا تخفي العمل الدؤوب اللي دار من كافه اعضاء الحكومه الموجودين معانا في القاعه. بوجه لكم الشكر بشكل شخصي. والهيئات التابعه والهيئات المعاونه لرئاسه مجلس الوزراء شكرا جدا ليكم، شكرا على حسن تعاونكم وشكرا لحسن استماعكم. شكرا دوله الرئيس. انا قبل ما انتقل لسعاده رئيس مجلس النواب عشان هو كمان يعلق على بيان الحكومة ده ويشرك نوابه كمان، عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى، ليه في هزال في المحتوى البصري؟ يعني محدود، ليه ما اشتغلتوش بصريا أكتر من كده؟ يعني ما شفتش رسوم بيانية كتير، مؤشرات، ليه؟ يعني ممكن يكون بس خلل لوجيستي بسيط كده في تجهيز العروض. بس يعني انتوا واعيين انه ده، بص محدش دلوقتي يتفرج على ناس بترغي، الحقيقه الناس عايزه تتفرج على كلام مصحوب بصوره باستمرار، دي مساله محسومه، ده هو الحاضر والمستقبل. تمام. فانا ارجو ده ان ده يوضع في الاعتبار. الامر الاخر لمعالي وزير الثقافه، حضرتك اوصيت بالغاء النشر الورقي، ده خوفا على الشجر ولا ايه؟ احنا للاسف احنا بنستورد الورق من بره، من الصين ومن دول ثانيه. يعني للسبب ده ولا ليه؟ اكيد للسبب ده بس. احنا انا عامل فكره، يعني انت خايف على الشجر بتاع بره؟ لا برضه، احنا انا خايف على الجنيه بتاع بلدي وخايف على دولار بتاع بلدي. صحيح صحيح. ولو انه طبعا ده كلام نبيل، كلام في غايه النبل يعني، ويعبر عن طريقه جديده في التفكير، بس في الدنيا كلها النشر الورقي مستمر الى جوار النشر الالكتروني، سابقه بشويه. مصر في 2021 هيكون دخلناها الجيل الخامس من الانترنت، احنا مش محتاجين لاي نشر ورقي بعد. يا سيدي ربنا يديني طول العمر واشوف اليوم الميمون ده والله. سعاده رئيس مجلس النواب الاستاذ احمد جمال الدين سليمان، الكلمة معك يا سيدي، علق وانقل إلى نوابك. أحمد جمال الدين سليمان، ماجستير في القانون الجنائي، باحث قانون في ديوان عام محافظة اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. رسوله الله العظيم. ورسوله ورسوله. ضيوفنا الأعزاء، السيدات والسادة، الحضور الكرام. منذ انشاء المجلس العالي سنة 1824 الذي يعد هو نواة السلطة التشريعية في مصر، أي أكثر من 190 عاما من تاريخ الحياة البرلمانية، تعاقب خلالها 32 مجلس نيابي ساهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري من مختلف جوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولمواصلة التاريخ البرلماني وإعمالا لنص المادة 101 من الدستور المصري التي تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية بالدولة ويتولى العديد من الاختصاصات، ومنها سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ولكن يجب التنويه عن شيء هام. نعم يوجد مبدأ الفصل بين السلطات، ولكن احنا حبينا هنا نقدم نموذج للترابط ما بين السلطات، بمعنى ان السلطه التشريعيه تعمل على تقديم التشريعات اللي تساعد السلطه التنفيذيه في تنفيذ التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه. ومن هذا المنطلق طلع المجلس المؤقت باعضائه بيان الحكومه الذي استعرضه السيد رئيس الوزراء مفوضا من السيد رئيس الجمهوريه. هو سعادتك يعني بتستخدم حكايه الموقر دي استخدام جاد ولا هزلي؟ هو المجلس موقر. هو موقر قطعا، لكن ليه بتستخدم المصطلح ده تحديدا؟ يعني هو مجلس محترم، مجلس جليل، كل حاجه. تجاوز عن الموقر. اتفضل. طبقا للماده 146 من الدستور، وصارت العديد من التساؤلات التي يتطلب الرد عليها من جانب الحكومة، وهي أولا، ورد في بيان الحكومة استحداث وزارتان مما يزيد من العبء على الموازنة العامة للدولة
رغم توجه الدولة نحو خفض الموازنة العامة. ثانيا، لم تستعرض الحكومة آلية محور اللامركزية، ولم تقدم مشروعات القوانين التي تساعد على تنفيذ ما يتهدف إليه. ثالثا، عدم تطرق السيد وزير التعاون الدولي لأي آليات لدعم المشروعات التنموية في قطاعات مختلفة، خاصة في مجالي الطاقة والاتصالات. رابعا، توضيح استراتيجية وزارة الخارجية في التعامل مع أزمة سد النهضة. خامسا، عرض السيد وزير الشباب والرياضة مشروع تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب، وحدد القطاع الخاص كمصدر تمويل دون النظر إلى تطوير المراكز بناء على التمويل الذاتي. سادسا، لم يتم توضيح دور الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. سابعا، خلال عرض وزير الثقافة أوضح أن حجم ميزانية الوزارة يهدر منها 74% في رواتب العاملين، ومع ذلك عدد قدم العديد من المشروعات دون تقديم مصدر التمويل. ثامنا، طبقا لما قيل من السيد وزير الثقافة أن 30% من العاملين بالوزارة دون المؤهل العادي، ومع ذلك لم يقدم سبل تأهيلهم. وبعد الانتهاء من التساؤلات ننتقل لعرض الأجندة التشريعية التي تم تقسيمها إلى شقين. الشق الأول باقتراح مشروعات قوانين، وهنا ستتقدم لنا سعادتك. الملاحظات دي معناها ان انتوا رافضين بيان الحكومه؟ لا، احنا بنطلب الرد على التساؤلات دي من الحكومه. لو الرد جاء يعني قبل ان قبل يتم الموافقه، قبل الموافقه انتوا عندكم تحفظات، يعني النقاط دي محفوظات اللي بنطلب عليها. والان ننتقل الى النائبه ايمان عاطف رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب لعرض احدى تلك المقترحات، فلتتفضل. شكرا سيادة رئيس المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من الدور التشريعي لمجلس النواب المصري، اقترح اعضاء المجلس تقديم 3 مقترحات تشريعية جديدة تمت مناقشتهم على النحو التالي. اولا، قانون تداول وحرية الوصول الى المعلومات. ان الحصول على المعلومات هو حق كل فرد من افراد المجتمع في الحصول على المعلومة صحيحة وكاملة، بل ان اطلاع المواطنين على المعلومات التي تخص الوزارات والهيئات الحكومية هو شيء من شأنه زيادة ثقة المواطن في الحكومة، كما ان توفر المعلومة يزيد من فرص الابتكار والابداع والبحث العلمي، وهو من شأنه تحقيق التنمية المستدامة. وطبقا لنص الدستور تنص المادة رقم 68 على ان المعلومات والبيانات والاحصائيات الرسمية ملك للشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها وسريتها وحفظها، كما تلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها في دار الوثائق القومية، وتأمينها وحمايتها من الضياع او التلف وترميمها بجميع. حضرتك دورتي اذا ما كانت هناك قوانين ترجمت هذا النص الدستوري ولا لا؟ موجود؟ لا مفيش. هو الحقيقة ان قانون تداول المعلومات مفيش. طيب يبقى حضراتكم تقترحوا تقدموا مشروع قانون، مش كده؟ بالفعل بنقترحين تقديم مشروع قانون. ومن هذا المنطلق، وخاصة في ظل الظروف الراهنة وتماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسياسة الدولة التي تدعم حقوق الإنسان وتدعو إلى المزيد من الحريات، قرر مجلس النواب المصري تقديم مشروع قانون تداول وحرية الوصول للمعلومات لسنة 2017 متضمنا. الأبواب والفصول الآتية: الباب الأول، وهو الباب الذي يحتوي على شرح المفاهيم والتعريفات المستخدمة في مواد هذا القانون. الباب الثاني، باب حرية الوصول إلى المعلومات، ويتضمن هذا الباب 4 فصول. الفصل الأول هو فصل مبادئ الحق في التأكيد على الحصول على المعلومة، ويتضمن هذا الفصل المواد القانونية التي تؤكد حق كل فرد من أفراد المجتمع في الحصول على المعلومة وإلزام الدولة بتنفيذ هذا الحق طبقا للدستور. الفصل الثاني، وهو تنظيم طلب الحصول على المعلومة، ويتضمن هذا الفصل المواد القانونية الخاصة بشرح كيفية التقدم لطلب المعلومة والفترة اللازمة للرد عليها. الفصل الثالث، وهو فصل الاستثناءات، ويتضمن هذا الفصل المعلومة
المعلومات المستثناة من هذا القانون، مثل المعلومات التي تخص الأمن القومي للبلاد أو المعلومات التي من شأن تداولها الإضرار بالمصلحة العامة، وأيضا البيانات الشخصية للمواطنين كالسجلات الطبية. الفصل الرابع وهو تنظيم تداول المعلومات، ويتضمن هذا الفصل المواد القانونية الخاصة بتعيين الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات في مصر ومنحها الاختصاصات اللازمة لتنفيذ مواد هذا القانون. الباب الثالث وهو باب حماية المعلومات، ويتضمن هذا الباب المواد القانونية الخاصة بإلزام الدولة بالحفاظ على المعلومات وحمايتها من الضياع أو التلف، واستخدام أحدث الأنظمة الأمنية للحفاظ على المعلومات، وتجريم أي فعل مقصود من شأنه إلحاق الضرر بالمعلومات. الباب الرابع وهو باب حماية الخصوصية، ويتضمن هذا الباب المواد القانونية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، وتجريم تداولها أو نشرها أو إعطائها لأي جهة بدون موافقة الفرد شخصيا. الباب الخامس وهو باب الجزاءات والعقوبات، ويتضمن العقوبات التي تقع بناء على مخالفة أي مادة سبق ذكرها في القانون. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح المقترح الأول. جزيلا. أنا عايز أسأل حضرتك، أنا أتوسل إليكي نخليه للمؤتمر اللي جاي إن شاء الله. حضرتك محامية؟ لا يا فندم. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي، معرفتك الفنية ممتازة والله. صياغة، أنت عارفة يا هانم يا سيادة النائبة، أنت عارفة بيقولوا على الصياغة اللي أنت قلتيها إيه؟ ما تخرش المية، صياغة جميلة، متعك الله بالصحة يا ستي، ربنا يبارك فيك. اتفضل يا فندم. والآن سيتم عرض المقترح الثالث من قبل النائبة آية فايد عضو في لجنة التعليم والبحث العلمي. نسبة النائبات في مجلسكم المبجل قد إيه؟ نسبة النائبات الغالبية العظمى. انت عارف ان انتم متقدمين على المجتمع المصري بخطوات. لان يعني ده امر سيئ. اتفضلي. بشكر زميلتي، واستكمالا للمقترحات او المقترح اللي هي قدمته، وبالتعاون بين مجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للبحث العلمي الممثل في الحكومه عندنا، وجدنا ان قانون المنح والبعثات رقم 112 سنه 1959 غير فعال، وذلك لان القانون اصدر للجمهوريه العربيه المتحده اللي كانت بتضم اقليم مصر وسوريا، وكانت اللجنه المختصه بالبعثات موجود منها لجنتين، لجنه في مصر ولجنه في سوريا، ده غير ان بعض المواد فيها غرامات ماليه غير رادعه في الوقت الحالي لان قيمتها قليله جدا. من هذا المنطلق بيقترح البرلمان الغاء قانون 112 لسنه 1959. بص، انا عندي تحفظ صغير اجرائي انه البرلمان لا يقترح، حضرتك بتقدمي مشروع قانون للبرلمان وبعدين بعد الاجراءات والتصويت الى اخره يصبح اقتراح، يصبح مشروع البرلمان، يصبح قانون البرلمان. انا دلوقتي بقدم مقترح قانون بالمواد بتاعتي. اتفضلي يا فندم. انا اسف. بيقدم البرلمان مقترح قانون خاص بالمنح والبعثات، هيكون الغرض منه توفير مؤهلات علميه بسد حاجه او نقص تقتضيها المصلحه العامه وفقا للتحديات الراهنه، وهيتناول القانون اكثر من شق. اول حاجه المفاهيم، وشق خاص باللجنه العليا للبعثات واختصاصها، والشق الاخير هيكون خاص بالموفد. بالنسبه للشق الاول اللي هو المفاهيم، هيتناول القانون شرح الاكثر من مفهوم منهم البعثه، وهي الدراسه على نفقه الدوله للحصول على مؤهل علمي او خبره تدريبيه، اما الاجازه فهي المده التي يقضيها الموظف للحصول على هذه الدرجه، والموفد هو من يوفد للحصول على درجه علميه. الشق الثاني هو تشكيل اللجنه العليا للبعثات وتحديد اختصاصها، فبتتشكل اللجنه العليا للبعثات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا، ورئيس اكاديميه البحث العلمي، وعضوان بيكون بتعيينهم الرئيس على ان يكون احدهما مالي والاخر قانوني، وثلاث رؤساء جامعات بيقوم بترشيحهم رئيس مجلس الوزراء، وبتختص اللجنه بوضع السياسه العامه للبعثات وحصر احتياج الجهات من البعثات
واختيار الأنسب من بين المرشحين وتحديد مدة البعثة، ولجنة البعثات الموافقة على مد البعثة والموافقة على تغيير البلد أو التخصص أو الجامعة للمفرد، ويجوز لها إنهاء وقف شروط البعثة على حسب شروط بيحددها القانون. هل هنا في بنود متعلقة بنوع الدراسة؟ يعني أنا مش عايز أبعت حد يدرس فلسفة مع احترامي العميق، أنا عايز حد يدرس نانو تكنولوجي، عايز حد يدرس هندسة راقية، علم جينات. متصور ان ده ممكن ادخاله في القانون الحاكم للابتعاث ولا لا؟ اكيد احنا المفروض القانون هيبقى على حسب احتياجات البلاد لظروف الرهنة. والظروف اللي احنا فيها دي بتقول ان احنا لازم نتوسع ونتعلم في جميع المجالات عشان نقدر ان احنا نتقدم ونقدم ونوصل للنمو اللي احنا عايزينه. الجزء الثالث اللي هو خاص بالمفرد واختياره، بنظم القانون ان يكون المفرد مصري الجنسية وحسب السير والسلوك ولم يحكم عليه باي احكام مخلة بالشرع، وان يكون لائقا طبيا، وهيكون في مواد خاصة بالعاملين وشروط اختيارهم على حسب كفاياتهم ودرجة التخصص. قدام حضرتك كام بند كده لسه فاضل؟ كتير كتير. لا طيب ارجوكي في دقيقة اجملي ما تبقى في دقيقة لو سمحتي. تمام اوكي. هيراعي القانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على حيث تكون الدولة تتحمل النفقات الخاصة بالأدوات والوسائل المساعدة لإتمام دراستهم، وهيراعي الطلبة اللي بيدرسوا على نفقتهم الخاصة بحيث تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية تعهد بالإشراف عليهم من خلال القنصليات المصرية، ويكون في شرط ان المفرد يرجع لوطنه في خلال شهر على الاكثر من انتهاء البعثة. واذا ما رجعش يا ستة هتعملوا ايه؟ هنطلع هيكون في قرار بالتعاون بين وزارة الداخلية والجامعات اللي هيروحوا ليها اللي يستلموا الشهادة من مصر مش من هناك. مش عارف ممكن ما ظنش. انت عارفة ممكن ايه بيعملوه احيانا في مؤسسات زي مؤسسة الشرطية لما تدرسي في الاكاديمية وبعدين تقرري انك ما تشتغليش في الشرطة، ويمكن معالي وزير الداخلية لو كان موجود يقول لنا لو انت عايزة ما تشتغليش في الشرطة بتدفعي تمن الدراسة، بتدفعي تكاليف الدراسة. اظن ممكن المبتعث يوقع على عقد من هذا النوع. ممكن ما حضرتك ما خليتنيش اكمل القانون وقلت لي من ضمن المواد ان المفرد هيلتزم بدفع النفقات لو ما كملش البعثه او لو ساب شغله بعد انتهاء البعثه. الله ينور عليك يا ستي، ربنا يفرح عليك. اتفضل يا فندم. والان سنتناول الشق الثاني وهو اقتراح تعديلات تشريعيه، وتم تقسيم العدد من النقاط، وهي اقتراح مقدم من السيد رئيس الجهاز المركزي بتعديل المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بخصوص مدة تعيين رئيس الجهاز وقابليتها للتجديد وتتوافق مع أحكام المادة 216 من الدستور. ثانيا، يوجد تعديلات للهيئات القضائية ولكن يضيق الوقت لم يتح لنا سردها عليك. حضرتك قلت تعديلات للقانون الحاكم للهيئة القضائية؟ السلطة القضائية. تعديلات تانية غير المطروحة. أنا مهتم جدا. إيه؟ أنا مهتم جدا. أنت جيت عند المهم وقلت مفيش وقت. عايز حضرتك تعرف دلوقتي؟ سريعا أرجوك. قضاءة مصر من منبر العدالة والمساواة، ومن هذا المنطلق واقترح المجلس الغاء الماده 70 من قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972 والفقره الثانيه من الماده 124 من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 72 والماده 31 من قانون هيئه قضايا الدوله رقم 75 لسنه 1963، حيث تتضمن تلك المواد استثناء اعضاء الهيئات القضائيه من احكام قانون المعاشات في حاله الاستقاله وحقيتهم في صرف المعاشات والمكافئات. ده كلام جميل. انت جاي تطيب الخواطر صح؟ ايه؟ انت جاي تطيب الخواطر صح؟ انا متشكر جدا لحضرتك جدا. ان كان السيد دولة رئيس الوزراء عنده ردود على تحفظات
السادة النواب يسعدني جدا ان ما كانش فيه نشتغل بقى اشتغل سريعا بس احنا بالنسبة للتحفظات سريعا هو اول تحفظ كان استحداث وزارتين بما يخالف سياسة الدولة في خفض الجهاز الاداري او عدم تحليل الموازنة واحنا مش بنحمل الموازنة شيء ولكن المرحلة بتتطلب زي ما هي بتتطلب خفض الجهاز الاداري لكن هي ايضا تتطلب انتقال مصر لحقبة تهتم فيها بالابتكار والتطوير بشكل جاد وعلشان كده ابتكرنا هذه الوزارة لكي تختص على مدار برنامج هيمتد لثلاث سنوات تنتقل فيه بشكل تدريجي كافة الهيئات البحثية الموجودة في مصر ويتم فك التشابك الإداري فيها فتنتقل تبعيتها من وزارة التعليم العالي لوزارة التطوير والابتكار على أن تكون هي الوزارة المختصة بالبحث العلمي في مصر وزارة التعليم العالي تكتفي بإدارة شؤون المؤسسات التي تقدم خدمة التعليم العالي دون الضغط على موازنة الدولة لأن احنا بالفعل عندنا جهاز إداري كبير فنقدر نعمل تدوير للعاملين في الجهاز الإداري رئيس أنا كان تصوري لأنه أهم لحظات مجلس النواب كانت عن إغفال موضوع سد النهضة كانت عن يعني كانت ملاحظات عملية الحقيقة هنحيل الملاحظات دي للسادة الوزراء المختصين فيها أنا بقعد على الجزء الخاص بالحكومة لكن هل ممكن نقول مثلا ستؤخذ ملاحظاتكم في الحسبان ونقفل الملف ده هل ممكن؟ لا مش ممكن يعني نجاوب بس يعني ممكن اصل انا بس واجب علينا النوع قبل اي حاجه ان الاسئله دي يعني انا والاستاذ رئيس مجلس النواب اصدقاء جدا على مستوى شخصي لكن الاسئله دي مش مرتبه واجب علينا ان احنا نجاوب عليه حضرتك عايز تجاوب طب اتفضل ارجوك باختصار شديد انا هجاوب على النقطتين اللي هم الخاصين بوزاره الشباب والرياضه دوله الرئيس اسمح لي ننتقل لموضوع سد النهضه انا مهتم جدا موضوع سد النهضه معالي وزير الخارجيه هو احنا اكدنا طبعا احنا بنحترم كافه الاشارات الاشار بيها او التعليقات لانبياء مجلس النواب اولا فيما يخص الازمة الافريقية فاحنا اشرنا ان احنا نتعامل في اطار دبلوماسي وسياسي مع كل هذه الازمات في نفس الاطار احنا بنسعد بمساعدة اشقائنا في القارة الافريقية على مواصلة طريقهم للتنمية بس في نفس الوقت بما يحقق اولويات الامن القومي المصري وعدم المساس بهذه المحددات طالما هذه المكونات متحققة فلا مشكلة في ذلك ده اولا ثانيا احنا بنسعد جدا بالتعاون مع لجنة البحث العلمي والتعليم العالي في المقترح اللي هم قدموه وهنقدم كافة امكانياتنا لمساعدتهم في تحقيق ذلك شكرا فيك انا بس عايز اعرف علاقة وزارتك اللي هي ممثلة للدولة المصرية بأهلنا وأشقائنا في إثيوبيا هتكون عاملة ازاي؟ هو زي ما احنا قلنا احنا بنسعى في اطار دبلوماسي وسياسي مع القارة الافريقية ده شيء لن يتغير ولكن الاطار نفسه والمبادرات المطروحة سياسيا ودبلوماسيا ربما تتغير بشكل كبير ده طبقا لاولويات الحكومة بالطبع احنا ذكرنا كمان التعاون الاقتصادي ونقل الخبرات احنا هنساعد الدولة الاثيوبية او كافة الدول الافريقية بنقل خبراتنا من اطباء ومهندسين واقتصاديين في مساعدتها على مسارها على تحقيق نموها ومسارها في التنمية بس برضو بنأكد على عدم الموائمة في سياستنا الخارجية فيما يخص الأمن القومي لكن العلاقات الحسنة مع الأشقاء في إثيوبيا أمر حتمي بالتأكيد وبالفعل في سياسات متبادلة أحسن حضرتك رد بسرعة لأنه أنا وقت انتهى تفضل يا فندم حضرتك بخصوص السؤال اللي وجه من البرلمان اولا انا بحب اشكر اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان اللي عملها الدؤوب مع وزاره التعاون الدولي والمجموعه الاقتصاديه كامله في اخراج هذا المحتوى بالاضافه لده في مشروعات كتير جدا موجوده في رؤيه الوزاره ولكن بسبب ضيق الوقت احنا مش هنعرف نعرضها كلها ولكن من اهم المشروعات هو الاستفاده من الطاقه الموجوده واسلوب التعدين الموجود بالذات في التعاون مع الهيئه العامه لتنميه جنوب مصر الاكتشافات المختلفه من ناحيه الطاقه بالاضافه لده الوزاره بالفعل بتعمل على جلب الكثير من المنح والقروض في مجال الطاقة المتجددة والغير متجددة
شكرا فندم. هل في نهاية الأمر لأنه أنا جاءني الآن اختار أظن أنه سيسركم جميعا هقول لكم عليه حالا، بس في نهاية الأمر أنتم مضطرون للامتثال لملاحظات السادة النواب؟ طبعا احنا مضطرين للامتثال هذه الملاحظات نتعاون فيها، وجزء كبير أصلا من التشريعات اللي اقترحوها السادة النواب احنا بالفعل شغالين عليها فيما يتعلق بقانون تداول المعلومات، شغالين في هيئة تنمية المجتمع الرقمي اللي احنا استحدثناها على عمل جي كلاود أو سحابة حكومية للمعلومات بيكون الدخول عليها ده رائع. ملاحظة أخيرة على مجلس النواب فيما يتعلق بدعم اللامركزية، يا فندم احنا جاهزين للقوانين اللي حضراتكم هتطلعوها الله، فاذا تحدثنا عن اللامركزية تحدثني عن قانون الإدارة المحلية. صحيح دخل مطلعش صحيح، فشد حلو معانا صحيح. صحيح. يسرني جدا الآن أن نذهب للدكتورة هالة سعيد. أولا طبعا مش هيختلف معايا لا الأستاذ خير ولا الأستاذ مكرم أن احنا نبدأ بالدكتورة هالة لأسباب كثيرة، منها أنها الحسناء اللي بيننا يعني احنا أنا بس عايز يا دكتورة أعرف من حضرتك، وأنت تحضرين اجتماعات المجلس عموما وتستمعين إلى السادة الوزراء وهم يعرضون أفكارهم وكيفية التعامل مع مشكلات الوطن عمليا في مجلس الوزراء المصري الراهن، هذا الكلام الذي تفضل به إخواتنا من الشباب، في شيء تشوف إن في شيء جديد، في شيء ممكن تكتبيه ملحوظة كده وتقولي آه والله أنا هعملها في وزارتي ولا إيه؟ شكرا يا فندم، بشكر السيد رئيس الوزراء والوزراء والنواب والنائبات، والحقيقة هم يعني عرضوا وتعرضوا لأبعاد كتيرة جدا ومختلفة لعملية الإصلاح، وبشكركم ان انتوا كنتوا حريصين على ان تكلموا على التشاركية الحكومة المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودي نقطة مهمة جدا في كل كلامكم، انتوا بس ما عندكوش وزيرة، عندكم نائبات وما عندكوش وزيرة في الحكومة، ودي نقطة انا باخدها عليك. احنا عندنا في الحكومة في 7 وزيرات. اهلا. لكن دول اكتر من اللي في حكومة المهندس شريف. مش مهندس. النقطة التانية انه انا طبعا في نقاط عندي مجموعة من نقاط هرد عليهم، واحب بعد اذن حضرتك وبعد اذن ان زمايلي وزميلاتي يتدخلوا في النقاط اللي تخصهم الخاصة بكل وزارة على حد. الحقيقة حضراتكم بدأتوا بنقطة مهمة جدا وهي الهيكل الإداري للدولة، واحنا فعلا يعني لدينا تكليف من سيادة الرئيس وسيادة رئيس الوزراء ان احنا ننظر الى الحجم الامثل للهيكل الاداري للدولة. اي حكومة هدفها خدمة المواطن وخدمة المواطن بشكل اكثر كفاءة، وبالتالي احنا بندرس الحجم الامثل للهيكل الاداري للدولة، وبنقدم الدراسة دي ان شاء الله للسيد رئيس الجمهورية، يعني مستندين الى هذا على تجارب الدول الاخرى اللي بتتلقى ظروفها في مرحلة الاعداد مع الوزير. انت تخلص يعني في شهور قليلة جدا ان شاء الله، فبنستند الى تجارب الدول الاخرى وفي الظروف اللي زينا عشان نقدر نقدم خدمة افضل خدمة للمواطن. مش بس الهيكل، الحقيقة الموضوع مش بس حجم امثل للهيكل الاداري، كمان بيرتبط ايضا بالهياكل داخل الوزارات والمؤسسات نفسها. الوزارات والمؤسسات نفسها بتحتاج الى تبسيط للاجراءات واحنا شغالين على ده، بتحتاج الى ميكنة دورة العمل، لان احنا بنحتاج الى اولا الموظف بقى هو مستودع المعلومة الوحيد، هو اللي عارف كل حاجة، احنا عايزين يبقى الموظف والمواطن كمان عارف، عشان كده احنا شغالين مع عشان باب الفساد يتقفل بالظبط كده، انه يبقى فيه ادلة دليل، وشغالين فيه ايضا مع مجموعة كبيرة وزارات، وزارة التنمية المحلية ايضا في وجود دليل للخدمات للمواطن، ويتم ميكنة هذا الدليل، فما يبقاش بس الموظف هو مستودع، وتقليل الاحتكاك دايما بين المواطن العنصر البشري، كل ما العنصر البشري قل كل ما كانت هناك كفاءة اكتر، وكل ما قللت كل البيروقراطية واي فساد اداري او مالي ممكن يتم.
ايضا سابق رئيس امبارح ادانا تكليف بانشاء وحدات للرقابه الداخليه داخل مؤسسات الدوله، وهذه الوحدات بتتم من خلال وحدات تطوير مؤسسي. فهيبقى في وحدات للرقابه الداخليه بتراقب. لما السيد الرئيس يوجه تكليف مباشر مفاجئ من النوع ده، الجهاز البيروقراطي بيتفاعل ازاي؟ وانت كمان عندك حاجه عامله تقيله كده. مظبوط. حضرتك النهارده احنا قانون الخدمه المدنيه ظهر، وانا برضو هنا زملائي موجودين، سيد نائب الوزير الاصلاح الاداري ورئيس الجهاز ممكن ايضا يضيفوا على اللي انا هقوله. حضرتك القانون النهارده بيدينا فرصه كبيره جدا. وجود قانون الخدمه المدنيه عمل طفره الحقيقه في العلاقه، يعني او في دوره العمل. قبل كده ما كانش الموظف بيحاسب، بقى في النهارده عمليه ثواب وعقاب، ودي حاجه اللي بنفتقدها بشكل كبير جدا في الجهاز الاداري. فان يكون هناك ثواب وعقاب ده شيء مهم جدا يترتب عليه محاسبه الموظف. ده بيسهل شغلكم طبعا، ده بيسهل الشغل، بالاضافه الى انشاء وحدات للموارد البشريه. كان زمان هذه الوحدات خاصه بالمرتبات، النهارده ان تكون هناك وحده داخل كل وزاره مسؤوله عن الموارد البشريه، مسؤوله عن التاهيل والتدريب، كل ده شيء هام جدا. بيسموها في لغه الفرنجه HR. النقطه الثانيه حضراتكم اتكلمتوا ايضا عن اللامركزيه، وانا لدي ايمان شديد بضروره اللامركزيه، وان التنميه الحقيقيه بتبدا زي ما هي بيتحط لها خطه من فوق، ولكن ايضا المحافظات، وان احنا بنشتغل على تنافسيه كل محافظه. ولكن خليني اقول لحضرتك انه اللامركزيه محتاجه بنيه اساسيه قويه، وان انا لو ما كانش عندي خطه مركزيه وحكومه مركزيه قويه يبقى اللامركزيه هتبقى تتحول الى فوضى. فاحنا محتاجين ان احنا نقول ان احنا هنحط اللامركزيه، هنشتغل على هنطبق اللامركزيه بعد كذا سنه، ونبدا في بناء البنيه الاساسيه في تاهيل الكوادر في الميكنه. اللحظه الراهنه لا نستطيع يتحول الى فوضى. في اللحظه الراهنه لا نستطيع. بنبدأ يا فندم. هو كل شيء له بناء، له بنية أساسية. وخليني هنا أرجع لنقطة مهمة قالوها الزملاء في الجلسة اللي فاتت. إحنا لما بدأنا من مراحل اقتصادية معينة، وده مهم قوي ان الشباب يعرفوا، كل مرحله اقتصاديه بتوجه اقتصادي معين كانت بتلائم ظروف فتره سياسيه واقتصاديه واجتماعيه معينه. ما اقدرش مرحله معينه او سياسه معينه اطبقها في جميع المراحل. لكن الحقيقه احنا لما توجهنا من النظام الاشتراكي الى نظام السوق الحر لم يكن هناك بنيه اساسيه. عملت سبت القطاع الخاص يشتغل وانا ما عنديش جهاز منافسه ومنع ممارسات احتكاريه. سبت القطاع الخاص يشتغل وانا ما عنديش جهاز حمايه المستهلك. وبالتالي تحول الموضوع بعد كده بلوم القطاع الخاص على ان هو بقى في ممارسات خاطئه، انا ما جهزتلوش البنيه الاساسيه اللي كان هو ممكن يشتغل عليها بشكل صحيح. فاحنا النهارده في اطار اللامركزيه محتاجين ان احنا نعمل على بناء البنيه الاساسيه اللي تؤهلنا ان احنا يبقى عندنا لامركزيه حقيقيه، لان هي دي اللي هنشتغل فيها على تنافسيه المحافظات، نشتغل فيها على التنميه الحقيقيه داخل كل قريه وداخل كل محافظه. النظام التقييم، كلمتوا ايضا عن نظام التقييم داخل مؤسسات الدوله، وخليني اقول لحضراتكم برضو انه احنا لا نستطيع ان نطبق نظام تقييم حقيقي من غير موازنه برامج، ودي احنا بادئينها السنه دي بالتنسيق. موازنه البرامج حضرتك بتخصص، يعني ايه موازنه برامج؟ يعني انا النهارده بخصص لكل وزاره مبلغ معين. النهارده احنا مثلا هدي مثال على وزاره التعليم. وزاره التعليم احنا شغالين معاها على موازنه البرامج، وهي من الوزارات اللي بادئين فيها. بمعنى ايه؟ انا كنت بديله الاول 1,000,000,000 جنيه، النهارده هو يجي يقول لي صرفتها. حققت الهدف اللي انت مفروض تعمله في نهايه السنه ولا لا؟ انا مش عارفه. هو هيقول لي حققت، ولكن هو لازم يقدم لي برنامج متكامل ان هو هذا المبلغ هو هياخده عشان يحقق بيه اهداف معينه. يعني احنا النهارده في موازنه البرنامج مع وزاره التعليم بنتكلم فيه على فتح فصول، بنتكلم فيه على تدريب معلمين، استثمار في التكنولوجيا، بحيث ان انا اقدر بتكلم فيه مش بس اتاحه استثمار ولكن جوده هذا الاستثمار. انا مش عايزه اتيح خدمه، انا عايزه جوده هذه الخدمه. هو ده الفرق النهارده بان انا ابقى بعمل موازنه
الخبرة. فعشان أقيم حد أنا محتاجة أن أنا أبقى بشتغل على موازنات البراءة. النقطة المهمة الحقيقة ودي نقطة معلش أنا بكررها وسامحوني، ولكن المعدل النمو الاقتصادي حضراتكم كلمتوا على البطالة، كلمتوا على فرص العمل، وده دول يعني خليني أقول لكم أي مسؤول بيبقى قدامه كل يوم حاجتين، البطالة والأسعار. دول أهم للحكومة من سيادة رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول. ولكن أنا النهاردة عندي معدل نمو سكاني متزايد. احنا كنا قبل الثورة بنتكلم على 1.5% معدل نمو سكاني. ده اختيارنا بقى، خليني اقول لكم بمنتهى الصراحة، ده اختيارنا احنا. هل احنا عايزين نحقق معدل نمو سكاني 2.5% ومعدل نمو اقتصادي 4 و4.5%؟ يبقى هنفضل باللي احنا فيه. هل احنا النهاردة الدول المتقدمة تتكلم على 0.5% معدل نمو اقتصادي؟ عشان احقق معدل نمو اقتصادي، عشان احقق تنمية وحقق فرص عمل، انا محتاجة 3 أضعاف معدل نمو سكاني. وده اختيارنا احنا كمصريين، احنا اللي نقول لا والله انا مش هقدر اقلل معدل نمو السكاني، احنا عايزين نزود معدل نمو السكاني. وبالتالي مين قال كده؟ نعم مين قال كده؟ انا بتكلم الشباب، هم دول اللي في ايديهم، هم النهارده هم المستقبل. فانا بقول لهم ده اختيارنا احنا. لو احنا النهارده عايزين نزود معدلات التنمية، يبقى احنا لازم نتكلم على معدلات نمو سكاني اقل من اللي احنا فيها طبعا. طبعا لو احنا النهاردة عايزين نستمر، يبقى احنا محتاجين نضاعف هذا، محتاجين نوجه شغلنا الى قطاعات اكثر انتاجية، اوكي، ونبتدي يبقى بندي معدلات نمو اقتصادي اعلى. مش بس كده، خليني اقول حاجة تانية برضو حضراتكم تبقوا عارفينها. احنا بنتكلم على معدلات اقتصادية، انا خليني اشوف معدل النمو ده اللي هو عبارة عن السلع اللي انا بستهلكها، عبارة عن الخدمات اللي احنا بنتمتع بيها. هذا المعدل بيزيد ازاي؟ هو عبارة عن استهلاكنا زائد استثمارنا زائد صافي التجارة الخارجية. دول 3 أجزاء بيكونوا ما يطلق عليه معدل نمو. احنا النهاردة معدل النمو مدفوع بزيادة الاستهلاك، وده شيء مش وحش، ولكن هو كان بعد الثورة الجزء اللي فيه صافي التجارة الخارجية كان بالسالب، استيراد بتاعي كان عالي جدا، فجوة الميزان التجاري كانت عالية جدا، وبالتالي كان دايما بينتقص من المعدل الإيجابي اللي عندي. النهاردة لأول مرة بنبدأ يبقى عندي جزء إيجابي في معدل النمو ومن فجوة من معدل صافي التجارة. إن شاء الله احنا عاملين مستهدفين ان احنا يزيد هذا المعدل، ولكن احنا محتاجين عشان يبقى النمو مستدام ان يبقى معدل نمو استثماري اعلى من معدل نمو الاستهلاك بتاعي عشان يبقى النمو مستدام. انا بتكلم على تنمية مستدامة. وخليني بس اضيف على اذن حضرتك جزء واحد. طب انا النهاردة وانا بتكلم على انا ازاي ازود معدلات الاستثمار بتاعتي، ما انا عندي فجوة ادخارية. وخليني اقول لحضراتكم الفجوة الادخارية، الادخار ده هو اللي انا بستخدمه عشان الاستثمار. انا الفجوة الادخارية حضرتك بتقولي ادخار، تقصدي الفلوس اللي في البنوك مش اللي تحت البلاطة؟ بالظبط كده، الرسمي، لان اللي تحت البلاطة كتير ما شاء الله يعني. مظبوط. وعشان كده المجلس القومي للمدفوعات اللي سيادة الرئيس اعلن عليه ده هيساهم فيه انه جزء يحصل ادماج مالي. طب الفجوة الادخارية دي اللي كانت في 2.3% و3% وصلت النهاردة الى ما يقارب 10%. انا عايزة احقق معدل استثمار 16% وعندي معدل ادخار لا يزيد عن 6.5% هجيب الفرق ده من فين؟ محتاجة ان انا ازود معدلات الادخار، محتاجة ان انا استثمر اكتر، محتاجة وزارة التعاون الدولي بتجدنا قروض ومنح، محتاجة اجيب تمويل خارجي عشان اقدر اغطي بيه هذه الفجوة. فعشان اقدر اعمل هذه الدفعة في معدلات الموضوع. الوقت تباركنا مع الوزيرة. انا اخيرا عايز اسأل حضرتك والاجابة تكون باختصار ارجوكي، ايه اللي ممكن تكتب
تكتبيه كده على حرف الورقه من كلام ابنائنا واشقائنا دول وتاخديه وتقولي اه والله يبقى انا ممكن استفيد منه في شغلي. في حاجه هم قالوا حاجات كتير قوي ولكن في حاجات لا طبعا استفدت من كل الكلام اللي قالوه، ولكن في حاجات الحقيقه الواحد لما بيبص لتفاصيلها والاقتصاد الاقتصاد بيشتغل على الداينامكس، في ديناميكيات كتير قوي بتشتغل في الاقتصاد، فمهم قوي ان احنا في كل القرارات بنحسب التكلفه والعائد. يعني خليني اقول لحضراتكم دايما والناس بتنادي على رفع سعر الفايده او خفض سعر الفايده، وده مثال نبقى احنا مدركينه ان احنا لازم نبص على كل التكلفه اللي موجوده واشوف بتاثر على مين، فئات المجتمع في وقت معين، وانا محتاجه هدفي ايه. فده نقطه مهمه جدا، لما انا برفع سعر الفايده في ناس تقول لي انت اثرتي على الاستثمار، ولكن انا عندي تضخم ده مش موجود في دول تانية، انا عندي مدخرين ومدخرين القطاع العائلي هم حجم كبير جدا من حجم المدخرين بتاعي، يبقى انا لازم اعوضهم. ففي الحقيقه ديناميكيه ولازم ابص لظروف كل بلد، لان ليس كل قرار يصلح في بلد يصلح في بلد اخرى في نفس الوقت وفي نفس. يا هون انا شاكر جدا لحضرتك، لعله الاستاذ مكرم يسمح لي ان ابقيه ليكون مسك ختام التعليق. حضرتك استاذنا الجليل وتكون انت المرساة اللي تختتم التعليق على افكار الشباب، وانتقل الان للاستاذ خير. استاذ خير، بما انك صحفي واعلامي والى اخره، العرض طريقة العرض لابنائنا واشقائنا هؤلاء من قادة المستقبل في الوطن ان شاء الله، ليك ملاحظات عليها وتنصحهم يطوروها ازاي؟ خليني ابدا للاستاذ خير. حضرتك حالا يا فندم حالا. خليني ابدا الاول بان احنا لازم نسمن الفكره. نعم. انا سعيد ان في مجموعه من الشباب بيعملوا محاكاه لاجهزه الدوله كسلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه. الفكره في حد ذاتها تستحق التحيه. ليه؟ احنا قعدنا نتكلم في العامين الماضيين على فكره تمكين الشباب. دايما الدوله بتطلق شعارات لكن احيانا لسبب او لاخر لا يتم نزولها على ارض الواقع. انا النهارده شايف فكره تمكين الشباب حتى ولو كانت مش بالشكل الكبير، لكن انا شايفها حصل على المنصه. شايف كلام، شايف رؤيه، شايف ايضا ان انا امام جيل شاب واعد. مقتصرة بس على مؤسسة الرئاسة في تصورك؟ يعني انت مش حاسس كده ان هي المؤسسة الوحيدة المتحمسة تقريبا؟ مصر لا يبدأ العمل فيها الا اذا تحمس السيد الا من فوق الا من فوق الا اذا تحمس السيد. شايف في تواصل الاجيال، شايف ان احنا لاول مرة ممكن يكون عندنا بنك للقيادات. عشان كده احيانا بنتهش عندما يتاخر التغيير الوزاري او التشكيل الوزاري. لان المفروض انا كدوله كبيره لا ده انا عندي بنك للقيادات متاح، وان انا لو عايز اعمل تغيير وزاري في اي لحظه ده متاح. طبعا انا بتكلم هنا كعالمي، انا مش ايدي طبعا جوه المطبخ، ربما تكون في ظروف اخرى. فانا بحيي ده. شايف ان احنا محتاجين من قلب الجلسة دي الى تسويق جماهيري واعلامي جيد للفكرة. ليه؟ في حالة بلمسها عند قطاع كبير من المصريين، خاصة ان انا شخص يعني نادر لما اروح كافيه طول وقتي قاعد على القهاوي الشعبية، اللي هي فكرة بس ان انا ما كنتش بتشيش. لا ما بشيش ولا بدخل. الفكرة في قصة هنجيب مين؟ احنا مش لاقيين. الكلام ده اللي هي فكره النضوب وان مفيش اجيال وكلام. انا النهارده لا، حتى واحنا بنتمن الفكره بنضعها برضو في معيارها الطبيعي، مجموعه شباب صغير لسه غد، فلا ينبغي باي حال من الاحوال نقصوا عليهم او نتعامل معهم كوزراء محترفين يعني. فده اداني احساس بالامل والامان، لدرجه ان انا ناوي في برامجي وانا اول مرة اتعرف بهذا البرنامج الرئاسي لتأهيل شباب للكوادر، ودايما كنت بقول لماذا لا يكون عندنا بنك للقيادات،
لا انا كاعلامي انا هسوق للفكرة دي وربما ادعو عدد من الشباب اللي كانوا موجودين كسبناك لا. وربما ادعو عدد من الشباب واتعامل معهم كوزراء طيب. وناقشهم في قضايا تليفوناتكم بقى مع الاستاذ خير عشان نسمعكم على الهواء على طول اتفضل يا فندم وان انا ناقشهم كوزراء ونقعد نتناقش لو عندنا قضية مع احترامي طبعا للساده الوزراء اللي في السلطه ففكرة التسويق الجماهيري انا شايف ده خلينا ننسف مصطلح البلد اتجرفت طالما انا عندي امل انا شايفه يعني بس هي كانت اتجرفت بس خلاص لو قعدنا نتكلم فيما هو ماضي لن اتقدم خطوة للامام ما يعني مبدأ هو سؤالي مباشرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هل يحق لي كمواطن ان انا اقول لك لماذا لا يتم الدفع بشاب او اتنين من اللي موجودين في هذا البرنامج الرئاسي داخل دولاب العمل التنفيذي للدولة حتى لو وصلنا الى ان يكون وزيرا يجرب يدخل نشوف رؤيته هل سيادة الرئيس هل تفضل الاجابة الان ام في النهاية بحيث ان انا اشعر ان انا خرجت من دائرة المحاكاة الى الواقع قرأنا كثيرا اطلعنا شفنا على افكار قريبة الشبه او التماس مع ما نراه لكن انا اتمنى ان انا اصل الى المدى البعيد الى الاكستريم ان انا اشوف دول قاعدين على كرسي وزارة حتى لو اخطأوا واعتقد ان الاعلام رأيي الشخصي هيكون متعاطف معهم انا متعاطف مع التجربة وبعضهم هيدبحوه زي ما انت عارف خاصة ان احنا بدأنا ده في الخمسينات يعني كان عندنا وزراء في عمر الثلاثين والاثنين وثلاثين يعني فلماذا لا نعيد الفكرة مرة اخرى هدخل على فكرة وهقول بإيجاز سريع تابعت طبعا ما قدمه السيد رئيس الوزراء ملاحظات يعني خلينا نقول ملاحظات يعني لا استطيع ان انا اقول ما ينفعش يا استاذ خير تنورنا بس بخصوص طريقة العرض الاول انا اتفضل يا فندم انا عايزه يبعد عن الخطاب اللي انا متعود عليه كمواطن وبسمع اللي بيقفلني كمواطن مع المسؤول انا عايزه يكلمني عادي بلغتي بطبيعتي يعني لازلت وهو شاب يعني شايف عمال يستخدم المصطلحات الضخمة الصعبة اللي قد يصعب فهمها حتى لخريج الجامعات يعني فكرة ان انا لما اكون رئيس وزراء واتكلم بخطاب محبب للناس والشعب بلغته ده بيأثر مسافات كتيرة يعني الجزء الثاني وانا بستعرض اول حاجة هو عنده المام كبير جدا بملفات الدولة الرئيسية وده شيء جيد كنت اتمنى ان انا اجد منه جنون الشباب يعني انا اتعاملت معاه ان انا امام رئيس وزراء شاب في منتصف الثلاثينات أيوة. عايز بقى حاجات مفيش ما لاحظناش جموح انا لما اجد ده طبعا انا بقدم ملاحظات يعني ما يمكن دي نعمه من ربنا هديهم يا استاذ خير الثناء موجود طبعا وانا بدات بيه في الفكره بس عشان نستفيد من الجلسه أيوة. فكره ان انا امام شاب 35 سنه لا اديني فكره اديني حاجه جديده يعني لكن فكره اللي هو نفس الخطاب نفس المصطلحات حتى لما ابتكرت وزارات مثلا رغم ان انت معاك وزير الخارجية بيكلم على تواصل مع افريقيا لماذا لم تفكر ان يكون مثلا وزارة الدولة للشؤون الافريقية انا بفكر كان عندك وزير التعاون الدولي اتكلم على التعليم الفني واهميته أي. فتصورت ان انت وزير النيل يعني وعليه ان هو يقنعني هو ليه فكرة دي وعليه انه يقنعني هو ليه استحدث الوزارة طبعا ان انا امامي 32 وزارة فين الرؤية الشابة ده ربما انت تكون ممكن تكون صادم ليا انا امام رؤية جديدة تقول لي انا اختزلت وزارات مؤسسات انا هشتغل ب20 وزير وهدير البلد بده رؤية بس مش مجرد ارقام هتقولها لي لان انا هسألك هتدير الدولة ازاي ايه خططك الكلام ده يعني مش فكرة ان انت هتقول جملة وانت عارف طبيعة الشغلانة لازم نجرجرك فيها يعني مبسوط ان هو عايز يقيم اداء الوزراء كل 3 شهور التجربة دي انا لم اجدها منذ الخمسينات لو الواحد بيطالع التاريخ
انا ما اعرفش الوزراء لماذا اتوا، لماذا خرجوا. ربما التقييم 3 شهور، هل هو هيبقى تقييم سري خاص داخل مجلس الوزراء، ولا انا ممكن اعرف كمواطن ان هذا الوزير تقييمه حصل كذا؟ يعني ايه اللي يمنع، يعني ايه اللي يمنع ان احنا نغير ثقافات استقرت عشرات السنوات؟ لا، من حقي كمواطن اعرف الوزير ده احسن ليه، بالعكس هشجعه، وليه خرج، ليه قعد. لكن بس هو استاذ خير، انت مش بتعرف ان هو درجاته ضعيفه لما يبقى وزير سابق بتعرف على طول. هي بس هو بيقول انا اقيم اداء، هو السؤال ما انت بتدير امور شعب 100 مليون. خلاص بقى فكرة ان انا قافل على نفسي على رأي مصطفى حسين الله يرحمه ورايح المغارة، الثقافة دي اختفت. يعني المصريين اللي هم 65% منهم تحت سن 35 سنة بيقيموا البلد على مدار الساعة. صحيح، تويتر انت جاي تخفي طبعا. ايه يعني طبعا. انت جاي تخفي ايه؟ هو تعقيب بسيط بس يا فندم، هو احنا قلنا ان بعد تقييم الاداء ان سيتم رفع خطاب للبرلمان في جلسة عامة يهاها كافة الناس، مش هتتذاع واحنا هنذاعها بقى، رئيس البرلمان هيذاع الجلسات. لحظة يا دولة الرئيس، رئيس مجلس النواب المصري، مجلس نواب الشباب المصري، ايه موقفك من اذاعة جلسات مجلسكم المبجل على الهواء مباشرة باختصار شديد؟ مش جميع الجلسات. يعني هتكون انتقائي في الموضوع ده. وايه الجلسات المحظورة؟ مش ذات طبيعة معينة، يعني الجلسات المحظورة، الجلسات في بداية المناقشات بيبقى يوجد هرجلة في المناقشات، فديت اللي بيتم حظها. يعني انت بدلا ما تضبط الهرجلة تمنع البث. لن يتم، يعني مش هتقدر ان انت تسيطر على عدد الاعداد كلها. طيب تقدر. انا بحيي فيك واقعيتك يا سيادة رئيس مجلس النواب، اتفضل يا فندم. وان بعد رفع الخطاب للبرلمان حق على هذه على هذا على الحكومه لهذا الشعب ان يكون فيه مؤتمر تقف فيه اعضاء الحكومه كامله بشكل ربع سنوي. احنا ما استكملناش بس كلامنا، يعني بشكل ربع سنوي وطبعا مشابه لما نحن فيه الان، يقدم تقرير اداؤه للشعب بشكل عام، ويكون فيه رد للبرلمان على تقرير. شاكر هل اعتقد راي الشعب لو ليه رأي مغاير حصل ان وزراء خرجوا من السلطة ومحافظين وكان رأي الشعب مغاير تماما لقرار خروجهم؟ سفير تغفر لي لو قلت لك يعني باختصار شديد دقيقة عشان الأستاذ مكرم ننصت إليه يعني قبل ما يتفضل سيادة الرئيس. أنا هعلق على جزء يتعلق تحديدا أكثر الوزراء كانوا أداء واتساقا وإعجابا مني هو السيد وزير الثقافة. صحيح. أنا أمام وزير الشجر دي لطيفة أوي. وأرجو لا يزعل صديقي العزيز أستاذ حلمي نمنا وزير الثقافة. هو قاعد فين أستاذ حلمي؟ لكن هي فكرة حدد المشاكل وعرض تصور أنا شايفه كمان قابل للتنفيذ، يعني ما ادانيش حاجات عامه. او سيد رئيس مجلس النواب كان بيعلق ميزانيه مش عارف الوزاره 500 وكام وكذا، لا بقيه التفاصيل وانا شايفها لا ما فيش اي تكلفه عاليه. يعني انا شايف اداء متميز رفيع. انا امام مسؤول واعد للمستقبل هو وزير الثقافه. انا شاكر جدا يا استاذ خير. أشكر. وعايز اقول للشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، عايز اقول لهم تشبثوا بوعد محمد علي خير انه ياخد تليفوناتكم ويستضيفكم في برنامجه، ما تفوتوش الفرصة دي. هو قال انه هيروج للبرنامج، الزموه بتنفيذ وعده. شكرا جزيلا يا استاذ اخر لقطة بس البرلمان سريعا جدا اسبق من السلطة التنفيذية. يعني صحيح. القوانين اللي تم طرحها قانون حرية ان اغلبيته نساء البرلمان وقدم رؤية او ملاحظات على الحكومة. انا لا اقلل طبعا مما رأيته، هي مجرد ملاحظات وانا اثنيت على فعلا الفكرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ خير. مسك الختام استاذنا الجليل استاذ مكرم محمد احمد، وقد تكرم علينا بان يبقى حتى نهاية حوار المنصة. ليه؟ حتى يكون هو المرساة
يعني يحاكم كل الافكار التي طرحت. استاذ مكرم تفضل يا فندم. ولعل حضرتك تتامل معنا السؤال التالي. حاضر. هل يمكن ان يحل هؤلاء الشباب الذين تدربهم مؤسسات الدولة العليا محل الاحزاب التي كفت عن تخريج كوادر سياسية؟ انا عاوز اقول حاجة للسيد الرئيس. انا قدامي يافطة هنا مبادرة غير تتغير. وفي ضوء ما شاهدته اليوم اقول لك يا سيادة الرئيس غير تتغير، وامامنا تجربة جميلة رائدة ناجحة بنت جسورا عميقة بين الدولة وشباب مصر. وعندما انظر الى علاقاتنا او علاقات الدولة بشباب مصر قبل 4 اعوام، وارى اليوم هذه الجسور عريضة التي مدت بين الشباب وبين الدولة، فذلك يعني ان المستقبل امن. سيادة الرئيس، امس كنت منفعلا وكان لك الحق في ان تنفعل، وكنت غاضبا وكان لك الحق في ان تغضب، وكلمت شعبك بشفافية واضحة وبشجاعة فائقة، وقلت له باختصار ليس لدي لك سوى العرق والعمل حتى تبني مستقبلك. واظن ان المصريين قبلوا هذه الدعوة وسيقبلونها، ولم يتحمل المصريون مثل ما يتحملون الآن، تقديرا لأمانتك وتقديرا لشخصك وتقديرا لأنك سوف تعبر بهم إلى الأمام، ولن تعبر إلى الشاطئ الآمن إلا بهؤلاء الشباب. صحيح سيادة الرئيس. صحيح. غير تتغير. وأترجاك نصيحة زميلي إليك بأن تهبط بسن الوزراء إلى 30 عاما هي نصيحة مقرصة. هذا فكر جديد وهذه رؤية جديدة. مين يا سيادة الرئيس؟ أيضا تصور مين ينصحك بخفض سن الوزراء؟ شيخ الصحفيين. شيخ الصحفيين تفضل يا فندم. أود أيضا يا سيادة الرئيس أن أقول لك أنه تجربتك في مد هذه الجسور على امتداد المؤتمرات 4 تؤكد ان هذه التجربة لابد ان تستمر لتشمل كل محافظة. وانا يعني كثير من الاراء والمحاكاة اللي موجودة ربما ردت افكارا قديمة، وان كانت هناك نقاط لامعة. الزميلة التي قالت فسرت او وضعت قانونا لتنظيم المعلومات، انا شخصيا بقول لها ان المجلس الاعلى للتنظيم اعلام سوف يتبنى بنود هذا القانون، لان مصر تحتاج الى هذا القانون. الحاجه الثانيه اللي عاوز اقولها هو استاذ مكرم. استاذ مكرم، ليست المشكله. شكرا يا فندم، بس انا عايز اوضح حاجه بعد اذن حضرتك، ان القانون ده مش فكرتي انا بس، القانون ده فكره كل مجلس الجمهوريه المصريه المجموعه الثالثه. كلنا مقدرين حجم الترابط وحجم التعاون، والمشهد كله يوحي باشياء جميله. صحيح. وانا شخصيا اكثر تفاؤلا بمصر بعد هذا المؤتمر. مش انه كنت قدمت افكار مبدعه وعظيمه، قدمت بعض الافكار المبدعه والعظيمه، ولكن انظروا الى انفسكم قبل 9 شهور. هذا شاب جاء قبل 9 شهور جلس في تدريب مستمر على مشاكل مصر، لم يفرض عليه رأي سياسي. وانا سألتهم او سألت عديد منهم هل طلبوا منك تأييد السيسي؟ قال لي لم يحدث ان طلبوا منا على وجه الاطلاق ان نؤيد احدا. واعتقد ان هذا المضمون الجميل للتربية، ان تعلم الشاب الشجاعة حضرتك، ان يقول رايا مخالفا. هو ده الذي هيلد مصر جديده. استاذ مكرم، حضرتك ملاحظ والساده الحضور جميعا يلاحظون انه لا توجد صوره واحده لعبد الفتاح السيسي اطلاقا، يعني مع سهو الرئاسه بقى. يعني انا اقصد ان الروح تغيرت. قطعا. طبعا معاك حق في هذه الملاحظه. يعني زمان اعتدنا على ان احنا نرفع على صدورنا صور رؤساء في كل شارع وفي كل عالم،
اعتقد نحن امام نهج جديد واعتقد هذا ايضا ذوق جديد في الكلمات اللي اتقالت غير انه موضوع قانون المعلومات. كان في اشياء جميلة جدا. انا اثني على الكلمات التحية التي حصلت لوزير الثقافة، اثني على ان رئيس الوزراء ايضا استطاع ان يشمل يعني برنامجه يشمل كافة بنود مصر، بمعنى انه داس واستوعب وعرف. ايضا كمان هناك افكار كثيرة، المفارقة التي حدثت بينك وبين زميل من الزملاء حول النشر الالكتروني والنشر المقروء تعكس مدى الفروق بين اجيال مختلفة. وانا شخصيا اتمنى ان كل صحيفة لا تزيد توزيعها على 1000 نسخة، وهذا رقم متواضع، اتمنى ان تتحول الى نشر الكتروني مع الحفاظ على حقوق العميل. صحيح صحيح، لان هو ده المستقبل وهو ده الامل. سيادة الرئيس، يعني مؤتمرك عظيم وشبابك عظيم، واطمئن تماما الى ان مصر سوف تقف الى جوارك في هذه المعركة، لانك بالفعل قائد جديد تنحو نحوا جديدا، لا تعمل لشخصك ولكن تعمل لمصر. واظن ان كل مصر حتى الذين تأذوا من الاسعار يعرفون جيدا انه عشان خاطر السيسي احنا سنحتمل اكتر عشان خاطر مصر، ولكن ما بيحبش الحكايه دي يا استاذ مصر. ثانيه واحده والنبي عليك، خاطر المهم ايضا ان الجلسه المسائيه كانت جميله لانك اعطيت للمصريين، اعدت لهم الامل، وايضا كمان واعترفت بان المصريين صبروا وصابروا ووقفوا بشجاعه الى جوار وبتضحيات جميله الى جوار كل ما وقف. سياده الرئيس، رسالتي اليك وهي رساله اخ، وانت رئيسي، وتاكد من ان مصر سوف تعبر وسوف تعبر بك، وتاكد ان المصريين يمارسون حكما جديدا ديمقراطيا او يتجه الى الديمقراطية، ولكن اهم بضاعتك هم هؤلاء الشباب اللي استطعت ان تكسر الحواجز من اجلهم. من فضلك سيادة الرئيس غير تتغير. انا استاذ مكرم لم انسى سؤالي اليك، انا سالتك سؤالا في البدايه، لكن انت كلامك عامل زي سلاسل الذهب كده. لا ولا سلاسل الذهب ولا حاجه. انا بس عايز اعرف، هل يمكن ان يحل هؤلاء الشباب اللي هم زي الورد زي ما حضرتك شايف محل الكوادر التي ينبغي ان تفرزها الاحزاب، الكوادر المتسوسه؟ لا نتعجلهم، خليهم ينضجوا على نار هادئه. يعني بقول من سن 30 سنه ممكن ان يحضر هذه الدوره ويحضر دورات مستقبليه اكتر ويكبر ويتدرب ويبتدي ودور الاحزاب يتابع الدوله في احدى المحافظات يصل الى محافظ، خليه يمشي في الظروف الطبيعيه. لكن دور الاحزاب ايه؟ هنا 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 انا اطرح هذا السؤال على الرئيس. يعني للاسف انا بقى هو الزميل طرح سؤال، اسمح لي ان انا اطرح لك سؤال، اطرح عليك سؤال يا سياده الرئيس. هذا الشباب، ما هو الوعاء الحزبي الذي يمكن ان يعمل معه؟ حياه حزبيه عميقه، الاحزاب قد اغلقت ابواب التجديد، الشباب معظم الشباب بيجد متنفسا خارج الاحزاب، وسمعنا 6 اكتوبر و6 مش عارف ايه ويناير، وهذه المسميات هي دليل عجز الاحزاب التقليديه عن استيعاب الشباب. هل كيف يمكن لهؤلاء ان يمارسوا العمل السياسي؟ هذا انت وحدك تستطيع ان تجيب لنا على هذا الاجابه. شاكر جدا، شاكر جدا يا استاذ مكرم، شكرا جزيلا. الاستاذ مكرم اشار الى مبادره غير تتغير، انا عايز اقول لحضراتكم ان مبادره غير تتغير دي حضرتك في دقيقه اقل من دقيقه. أيوة والله ساعود اليك، ساعود اليك، لكن مبادره غير تتغير دي الافكار التي يقدمها الشباب المصري لكي يعبدوا الطريق الى المستقبل، طريق التغيير الاجتماعي كمان. انا ادعو الاستاذ عنان عبد الرحمن عبد الحميد والاستاذ بلال احمد عمر
انا بس ليا رجاء انتوا بتاخروا الخبر الحلو فارجوكم بسرعه. السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، مساء الخير. بما ان التغيير هو اللي بيخلينا نعمل كل شيء بنجاح ونتحدى كل الصعوبات ونتغير للافضل، فلو كل واحد فينا غير من نفسه هيتغير وهيغير المجتمع كله. التغيير دليل الطموح والتطلع والرغبة، الرغبة في تحقيق الافضل والاجمل والاكمل. وقد حثتنا كل الكتب السماوية على التغيير، فكما ذكر في كتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما ذكر في الكتاب المقدس رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. زي ما الفشل والسكوت عليه اختيار، فالنجاح والاصرار عليه برضو اختيار. في مسيرة حياتك انت اللي بتحدد يا ترى هكون انسان عادي ولا هكون انسان ايجابي وناجح يحكوا ويضحكوا عن نجاحه. ربنا خلق الكون بنظام وموازين معينة، لكنه ترك لعباده حرية التغيير في الواقع المفروض. وعشان يحصل التغيير فكل واحد فينا لازم يكتشف نفسه وقدراته وشغفه اللي جواه. ومن هنا انطلقت فكرة حملتنا غير تتغير، لما حسينا ان كل واحد فينا يقدر يعمل اكتر من الروتين اللي بيعمله كل يوم. وعشان كده احنا بنقول غير تتغير، غير الواقع اللي مفروض عليك تتغير للاحسن والافضل والاجمل لنفسك ولوطنك. وعشان مصر دايما مليانة بالخير وولادها دايما قادرين على المثابرة والعطاء، فكان واحد من اهدافنا اننا نكون عيون الايجابية، وده هيكون عن طريق الآتي: تسليط الضوء على النماذج الإيجابية المؤثرة عشان تكون نموذج مؤثر وقدوة لغيرهم بمتأثر عليهم بالإيجاب، تشجيع الشباب على استغلال الوقت واستثماره بالصورة الصحيحة، بث روح وطاقة إيجابية بين الشباب وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم الكامنة وتغيير نفسهم وتغيير مسارهم للأفضل. ويوم ما حبينا ندور على نماذج مضيئة لقينا مصر مليانة بالنماذج الكتيرة المشرفة، ولأن دايما مصر ولادة بخيرة أبنائها اللي دايما يقدروا على التغيير وصناعة المجد. ولما قالوا إن مصر ولادة كان عندهم للكلام ألف شهادة. وعشان كده ما تخليش الحلم محدود أو إبداع عقلك محدود، وعلى مخك اطلقه للآخر، افتح باب الحلم وفوت. ودلوقتي هنعرض لحضراتكم فيديو لبعض النماذج المصرية المشرفة. محمود وحيد، 33 سنة، من محافظة القاهرة. محمود مهندس في إحدى شركات البترول. مواطن مصري حب يكون إيجابي. في يوم من الأيام لما شاف مسن مشرد في الشارع يحاول يساعده، من هنا بدأت الفكرة. قدر محمود إنه يأسس أول كيان مصري لرعاية المسنين المشردين بلا مأوى تحت اسم مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. حصلت المؤسسة على أكثر من 15 شهادة تقدير من مؤسسات ومنظمات مختلفة، أخيرهم مؤسسة تحيا مصر. رسالته للشباب: لازم تكون إيجابي وتعمل الخير في كل مكان، وده أكيد هيعود عليك بالنفع. كريم إيهاب، 17 سنة، طالب في ثانوية عامة من محافظة الشرقية. كريم مصمم جرافيك، استطاع في السن ده يعمل أكثر من 14 لوجو وهوية لشركات ومشاريع مختلفة في أقل من سنة واحدة، وقدر يعمل تصميم حملات دعائية لموقع كل يوم معلومة طبية، وهو الموقع الطبي الأول في الوطن العربي. كذلك بيشتغل في موقع الشرقية تدين، وبيعمل حاليا على عدة مشاريع لربط التصميم بالبرمجة والتصميم الصناعي. كريم حاصل على جائزة إنهانس كوي كأفضل مصمم جرافيك، وحاصل على جائزة ستار أوف ذا مانث كأفضل موظف في الشركة، بحيث إنه قدر يعمل أكثر من 18 لوجو لكل برامج راديو الشرقية تدين في أقل من 24. رسالته للشباب: Thank you.
أشرف 21 سنة طالب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات من محافظة القاهرة. أندرو مدير تسويق لشركة سيارات وبيقدم برنامج سفير الشغل على راديو تسعينات اف ام. بداية فكرته لما كان بيدرب مجموعة من الشباب على متطلبات سوق العمل، كان دايما الشباب يقولوا ليه نتدرب ونتعب طالما ما فيش شغل. من هنا بدأت فكرة سفير الشغل. قدر أندرو يساعد في توظيف 12,000 شاب ودرب 60,000 تنين في مختلف الجامعات. وصلت للشباب حامل تجاوب على سؤال انت عايش ليه وعندك ايه تقدمه وبكام، وبكده هتبقى حددت هدفك مش هيبقى عندك اي مشكله في اي وظيفه. الدكتور اسراء البابلي 26 سنه من محافظه القاهره بتعمل كطبيبه اسنان متخصصه. اسراء اول طبيبه اسنان في مصر فاقده للسمع منذ الولاده، بتقدر تتواصل مع المرضى عن طريق الكلام اعتمادا على المعلم السمعي والقوقعة الالكترونية، وصاحبة عيادة لعلاج الاسنان بالقاهرة. رسالتها للشباب الحاج سيد المتعلم 70 سنة مشهور بشيخ نحاتين الأقصر ومشهور كمان ببقايا الفراعنة. لم يحصل إلا على الابتدائية لكن أعماله وصلته للدكتوراه الفخرية في فن النحت من جامعة سيدني في استراليا حتى أصبح الدكتور سيد المتعلم فنان نحات مصري بيكتب باللغة الفرعونية على الحجر. حصل على العديد من التكريمات في العديد من دول العالم آخرهم الهند، وبيتم استضافته في دول كتيرة للاستفادة من خبراته. شارك مع مؤسسة نداء لإحياء التراث وتدريب الأطفال على الحرف اليدوية والتراثية. رسالته للشباب خلي عندك عزيمة في كل شيء وقدرة إنك توصل لهدفك، وقال كمان أنا وصلت للي أنا فيه عشان كان عندي عزيمة إني أتعلم. أنا فخور بيكم وعايز أقول لحضراتكم إنه للأسف شديد الوقت انتهى، لكن إن شاء الله أنتوا هتكونوا موجودين فيما أظن، لأن أنتوا قدمتوا حاجة تفتح النفس ترفع المعنويات، هتكونوا موجودين في لقاءات أخرى أيضا يحضرها السيد الرئيس. أنا بس عايز أطلب من حضراتكم طلب، لو عندكم واحدة زيادة من الشعار ده أكيد يا فندم موجود. هنقدمها لسيادة الرئيس إن شاء الله. طب وأنا؟ أكيد. حاضر. أنا اللي طلعت. حضرتك واحدة لسيادة الرئيس. شكر جدا. شكر جدا. يا رئيس لو حضرتك تسمح لي إن حضرتك أقدم لحضرتك الشعار بتاعي. طبعا طبعا تفضل. سيادة الرئيس أود أن أبدأ معك بسؤال ثم أعرف أنك تعد إجابات لما أنصت إليه خلال الساعتين الماضيتين. السؤال هو حينما كنت موجودا وقال الشباب على المنصة أنهم يدعون شباب أفريقيا وشباب العرب وشباب العالم لتحويل المؤتمر إلى مؤتمر دولي وليس المؤتمر الوطني المصري فقط بل مؤتمر دولي، هل شكرا جزيلا هل لقي ذلك منك استحسانا؟ هل قبلته؟ هل وافقت عليه؟ هل ستأمر الدولة بدعوة ممثلين لشباب العالم لكي نكون معا وسط شباب من افريقيا ومن السعودية ومن امريكا الى اخره؟ تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكركم وبشكر الاستاذ مكرم شكر جدا والاستاذ محمد خير شكرا والاستاذ محمد طبعا. لا الفكره رائعه بس احنا دايما في الـ يعني لما بنيجي عايزين نطلب حاجه بنطمن ان هي ممكن تنجح وتجيب النتائج اللي احنا بنتمناها. فكره رائعه ولكن مش عايز بس اقول كلام يفقد الفكره معناها. نعم لكن هي بدراستها لقينا مجالات
نجاحها هتتحقق لينا هنعملها. صحيح يعني. ارجع تاني لسؤال السؤال بتاع الاستاذ محمد لما بيقول يا ترى احنا معانا الشباب اللي اتخرجوا قبل كده حد في مناصب تنفيذيه ولا لا؟ ده سؤال كويس. وخليني اقول احنا زي ما بقول كده الدوره الثالثه والرابعه هتستمر ان شاء الله. وبقول في دوره خاصه بالمستوى اللي هو دلوقتي موجود معانا، وفي دوره لسه بادئه من شهر لمستوى تاني. المستوى التاني هو زي ما انتوا شفتوا كده الانتقاء، بنحاول بقدر الامكان ان يكون في تجرب ويبقى بمعايير ثابته مفيش فيها مبالغه او محابله. حد الولاد اللي موجودين او الشباب اللي موجودين هنا واللي اتكلموا موجودين في الخلف، وحتى اللي شفناهم في المؤتمرات السابقه، ده عباره عن من الوعاء الشبابي في مصر. طيب خدناه وبنجربه وبنجهزه. في من الناس موجوده في القطاع الحكومي بالفعل، وفي ناس مش موجوده في القطاع الحكومي. طب الدوره اللي اتخرجت خدنا منها لمجلس الوزراء وللرئاسه وللمحافظين، ده خدناهم بالفعل موجودين معانا. يمكن احنا ما قصرنا ان احنا نقول ده بشكل واضح لكم كاعلاميين عشان تتكلموا على النقطه ديت وتدوا برضو امل للاخرين ان الدنيا بتتحرك. يعني المجموعه الجديده اللي احنا بقالنا شهر دلوقتي بندربها هي مجموعه حاصله على الماجستير والدكتوراه ومستوى سني اكبر شويه من الشباب اللي موجود دلوقتي. انا مع الاستاذ مكرم بان احنا واحنا بنتحرك ندي فرصه لان خصوصيه التجربه المصريه لظروف التجربه المصريه. يعني كلمه ان انا استعين بالشباب ده امر يعني اروق والله، هو اكثر اندفاعا. واندفاع اللي ما اقصدش بيه اندفاع ما اقصدش بيه المعنى السلبي، اقصد اندفاع يعني التحرك، المجابهه، الحماس، المبادره، المبادئه، هو اكتر مننا. وده امر يسعدني بصراحه. زي ما قال الاستاذ مكرم، انا كنت جاي من الاستاذ مكرم عايز فكره تخليني اقول انتم امر مصر صحيح، وانا ما عنديش حاجه غير ان ادفع بيكم قدام، لان احنا هنسلمكم البلد ديت في اقرب فرصه. وكل ما كنتوا جاهزين وحاضرين وواعيين لكل تحدياتها هتبقوا جاهزين ان انتم تاخدونا واحنا في سن كبير وقدرتنا على حتى الدفاع عن نفسينا هتبقى مش موجوده. فمش هيدافع عننا غير دول. ايوه صحيح. فاحنا انا مع ان احنا واحنا بنتحرك في دي ان احنا برضو يعني قلنا الوعاء اللي احنا بعد ما جهزناهم في 8-9 شهور واتمنى نكون احنا نجحنا في ده، نختبر اللي احنا عملناه في عمل تنفيذي تحت السيطره. في الرئاسه، في مجلس الوزراء، في الوزارات، في المحافظين. وكانت التعليمات واضحه ان احنا نعمل ده مع كل مجموعه تتخرج عشان ما يبقاش يعني خدنا بس من كتله واحده وسيبنا بقيه الكتل يعني. المجموعه الثانيه الحقيقه هتبقى اللي احنا بنتكلم اللي انا اتكلمت عليها وانا باكد عليها دلوقتي عشان هي دي المجموعه اللي احنا بنجهزها للمحافظين وللوزراء. للمحافظين وللوزراء. دايما عايز اقول العمل التنفيذي جزء منه كبير اداره. لان الجزء الاكاديمي والجزء الوزاري كلنا ممكن نتكلم فيه كويس. لكن انت لما تيجي تخش في العمل التنفيذي تجد كتير من المعوقات وكتير من النقاط اللي ما بيعرفهاش لما بيشتغل في التخصص. يعني ما اقدرش اقول مثلا في وزارات زي وزاره البترول او ما شابه، ان انا اقول ان ما كنتش اجيب حد من وزاره البترول يكون قادر ان هو يقول عارف التفاصيل، عارف عن ايه اتفاقيات، عارف عن ايه خريطه وزارته.
يعرف يعني ايه اعمال التنسيق اللي بتتم في العمل التنفيذي. لان انا النهارده لو جيت قلت لشبابنا واطلقته وقلت له خش، هيجد ان في كلام كتير جدا في مسارات التنسيق الرأسي والافقي للدوله، ده في ناس كبار ما بتعرفهاش وفي ناس كتير بتنساها. فانت انا ما اقصدش بكده اي حاجه، لان ممكن هم يتعلموا ده في فتره بسيطه جدا من خلال اللي احنا بنعمله ده. فانا بطمنكم ان احنا ماشيين على اتجاهين، اتجاه للشباب اللي موجود قدامنا اللي هو السن اللي هو مش كبير، وسن تاني اكبر منه شويه اللي هو معاه الدكتوراه. واحنا التعيين بتاعنا هيبقى تعيين خارج مصر بره مصر، عشان يبقوا يعني عملنا اللي علينا في اعدادهم وتعيينهم، ودول انا بقول عليهم هيبقوا جاهزين للعمل في الوزارات وفي كمحافظين. انا بس انتوا قلتوا لي كمان يعني ايه اللي انت شايفه في الكلام اللي اتقال كله. انا مش يعني عايز اقول ايه، اخشى من كثره، اخشى من كثره الكيانات المشكله او اللي بيطلب ان احنا تشكيلها، ان يكون ده بقى يتقاطعوا مع بعضهم البعض، ويبقى يعني احنا كل شويه بنعمل حته، طب نعمل مجلس اعلى للاستثمار، طب نعمل مجلس اعلى لمكافحه الارهاب، طب نعمل مجلس اعلى للمدفوعات، طب نعمل مجلس اعلى. فانا اتحسب ان احنا كتر ما كتر، وانتوا عايزين كده تخلصوا عليا، ان كل مجلس اعلى انا اللي اقول بيه يبقى كل يوم طب ما رئيس الوزراء كده يعني. ده اول نقطه عندي، ان انا اخشى ان احنا من كثره تشكيل كيانات مؤسسيه اخرى، بالاضافه لان احنا معانا كيان الحكومه يعني، فاحنا عايزين نضبط بس ما نكترش دي. اخشى من عدم استدعاء الواقع الحقيقي حتى لو كان بشكل محدود في نقاشنا. وانا متفق مع استاذ محمد في السيد وزير الثقافه. ولما بقول كده انا عايز اقول كده، اي زميل من حضراتكم هيمسك المساله ويخش على البيانات اللي موجوده، حاجه كتير من الكلام زي ما قال كده، في جزء كبير من الاموال بيدفع للمرتبات، طب انت تقدر تعمل فيها حاجه؟ انا بقول للزميل ما تقدرش. يعني في نقاط احنا بنتكلم فيها دلوقتي بنقولها ايه؟ قاطعه وحاسمه. ما تقدرش انك انت تقرب من موظف موجود في الدولة، لأن في الآخر خلي بالك إن هو إنسان وعنده أسرة، وإحنا كدولة لازم نتحمل هذا الحجم وهذا العبء حتى لا يكون ضرره الاجتماعي كبير. لكن عايز أقول اللي هيخش مننا في دراساته للموضوع كله هيبقى فيه كلام كتير قوي قوي. وأنا ده اللي هيدخلني على النقطة التانية إن سمحتوا لي. أنا عارف إن أنتوا بتدرسوا موضوعات كتيرة. طب ما تخلوها نجرب المره الجايه في المؤتمر القادم ان احنا ناخد مساله او مسالتين، بس ناخدهم بعمق شديد، ويبقى الكلام اللي بيتقال لانك انت هتفيدني من خلال دراستك، انت هتحط ايدك معايا وهتحطها وتوريها للناس، وهتبقى مصداقيتك كبيره قوي قوي وانت بتتكلم عليها قدام الراي العام عن مساله ومسالتين. شفنا وشفنا وشفنا وشفنا. وبعدين انا بيهمني ان احنا حجم وعينا كلنا، وعي المصريين، هو ده التحدي الكبير اللي احنا محتاجين دايما نشتغل عليه. انا اتصور لو احنا خدنا مساله او مسالتين فقط من رئيس الوزراء القادم والوزراء المعنيين معاه، يشتغلوا عليه من خلال بيانات دقيقه اكتر من كده وعميقه اكتر من كده، ويدوروا على حلول اكتر من كده، ونيجي نتكلم في المسالتين دول بس، طب نجرب نشوف احنا هنوصل لايه؟ هل كويس كده ولا الشكل اللي احنا التالت مره نعمله هو المناسب؟ برضو احنا اتكلمنا عن المؤتمر بتاع الشباب الدول الافريقيه والعربيه، وبرضو ندرس الطرح بتاع مؤتمر دولي للمرأة، وده أمر جيد جدا.
الحقيقه ان النواب السيدات كانوا شباب جدا. هتعملوا مشكله كبيره. وانا بختم بالكلمه ديت عشان اقول ايه؟ انا ملاحظ ان في حاله جذب بين مؤسسات الدوله. وعايز اقول له يعني احنا في وضع محتاجين فيه نتكاتف كلنا مع بعضنا البعض. لكل مؤسسه من مؤسسات الدوله احترامها وتقديرها. واحنا عايزين نحافظ على الكل. على مؤسسه الاعلام، على مؤسسه القضاء، على مؤسسه البرلمان، على كل مؤسسه من مؤسسات الدوله تزيد ولا تنقص. وده محتاج مننا كلنا ان احنا كمسؤولين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات نحط ده في الاعتبار ان القضية بتاعتنا اكبر مننا كلنا، لكن هي اكبر من كل قطاع لوحده، لكن هي مش اكبر من كل المصريين مع بعض. من فضلكم حافظوا ان انتم تبقوا كلنا مع بعض، كلنا نبقى مع بعض. كلمتي اللي كنت بتكلم فيها امبارح ذكرت فيها كلام بقول فيه يعني لو الامر يعني بيتطلب ان حد يعني عايزين نتمرد شويه. انا بقول الكلام ده للكل، وانا ماليش وصايه على حد. انا بقول كلمه مسؤول معاكم عن دوله وبنقول ان احنا عايزين نثبتها. فارجو ان احنا كمؤسسات في الدوله المصريه لا تتقاطع ولا تختلف مع بعضها البعض، ونستوعب بعضنا البعض ونقبل من بعضنا البعض. مش عايزين حد يتغول على الاخر. انا مش عايز اتغول على حد كسلطه تنفيذيه، ولا عايز اي مؤسسه اخرى تتغول على ده. اذا كنتوا بتتكلموا على التوازن الحقيقي بيننا، التوازن ده بيبدا جوانا في فكرنا قبل ما بيبدا باجراءات. لو انا النهارده عايز اخد ميزه على حساب مؤسسه او قطاع معين، هنا بدايه الخطر. وانا ما اقصدش بالكلمه دي، ده كلام عام. ارجو ان لا يؤول باي شكل من الاشكال من الكلمه اللي يسمعه. انا اقصد اقول ان التوازن الحقيقي هو نابع من تجرب الشخصية أو المؤسسة اللي فيها، على ما هم مش عايزين ياخدوا لا البرلمان عشان بس الكلام ما يروحش كده ولا كده، ولا الإعلام، ولا ولا القضاء برضه ليه؟ ولا السلطة التنفيذية برضه ليه؟ إذا كان الهدف اللي موجود اللي إحنا بننشده كلنا إن إحنا نحافظ على بلدنا ونحميها، انا متصور ان احنا محتاجين نراجع حجم تجربنا وحجم التوازن اللي جوانا قبل ما نطرحه كافكار ونتكلم فيها بعضها البعض. دايما اقول، ودي بقى بعيد عن المؤسسات عشان ما حدش برضه كده، في كلامي مع السادة الوزراء اقول ان كل وزير خدم جوه وزارته للوزارات اللي بتاخد منها يعني يصلح ان احنا ناخد من داخلها كوادر تتولى الوزاره. هذا الوزير او المسؤول لو عنده تجرد حقيقي وشايف وطنه قدام منه فقط، وعارف عوار مؤسسته وكل مشاكلها، والمفروض لو كان بيحب مصر كان قاعد يفكر على مدى خدمته ال 20 25 30 سنه في كل عوار هذه المؤسسة. ولو تمكن من قيادة هذه المؤسسة انه يغير ويبدل للأفضل. الكلام ده يتقال لينا كلنا. اللي يعرف الإعلام مش أنا، أنتوا. اللي يعرف القضاء مش أنا، أهل القضاء. والبرلمان بتشريعاته يعرفه أصحاب البرلمان. أرجو إن إحنا مش عارف، وبرضه يعني رساله الاعلام يا استاذ بكر، احنا مش عايزين يعني نخلي الناس تتخنق يعني. طبعا. مش عايزين واحنا بنتناول المساله
يعني نخلي الناس تصطدم ان انا قلت الكلمه دي. ودي رساله الاعلام اللي من فضلكم، انت عايز تنقل الواقع للمصريين، بس وانت بتنقله من فضلك خلي بالك لما انت بتشحذ بتحفز بتغضب مؤسساتنا بعضها البعض. شكرا جزيلا. شكرا جدا سيد الرئيس. عايز اقول لحضرتك اخيرا ما تسمحلناش نخلص عليك ارجوك ابدا ما تسمحلناش، حافظ على نفسك عشان بلدك. شاكر جدا سيادة الرئيس. شاكر. انا بطمنكم انا بطمنكم انا بصحى الساعة 4 الصبح انا بلاش تاني صحيح كان ما بين الصفات ما كان القضاء يعني بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما تخافوش على الصح الحمد لله. اللي خايف عليه مش صحتي ابدا ولا حياتي، انا خايف عليها هي حبيبي خايف عليها. بس شكرا جزيلا. خلي بالك ده 92 مليون يا جماعه، 92 مليون اللي يحويهم يقف قدام ربنا يوم القيامه يعني مش عايز حاجه تاني. وانا بقدر اخد بالي من 92 مليون دول وكفى يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Thank you.